الخير على حضراتكم، اهلا بكم معانا. يوم جديد من الحياه اليوم وبدايه الاسبوع وبشكل مختلف. الحياه اليوم النهارده مع حضراتكم بشكل وبديكور وكمان ان شاء الله بمضمون مختلف. واول اختلاف ان احنا طبعا احتفالا بالديكور الجديد قلت ما اطلعش طبعا لوحدي، لازم صديقي وزميلي العزيز اللي منور الدنيا كلها نحتفل مع بعض طبعا بالديكور. مساء الخير يا شيرتي. اهلا بيكي. مساء الخير يا لبنى. مساء الخير، اهلا بحضراتكم في الديكور الجديد للحياه اليوم. ديكور جديد هنشترك أنا ولبنى في الأيام القادمة طول الأسبوع، هنكون معاكم من هذا الديكور. والديكور ده الحقيقة معمول علشان أيضا التغييرات اللي هتشوفوها، طريقتنا في تقديم الأخبار، طريقتنا في لقاء الضيوف بتوعنا، كل ده معمول علشان خاطر حضرتك، علشان المشاهد المصري. بنشكركم شكرا جزيلا علشان انتوا اللي دفعتونا، وانتم بالمشاهدات المتتابعة بتاعتكم والمتتالية والمتزايدة بتاعتكم، انتم اللي خليتونا نصل الى هذا الامر، وان احنا نحاول ان احنا نقدم لكم الافضل، نقدم لكم اكتر من التنوع في البرنامج بتاعنا، في الفقرات بتاعتنا. وخليني ابدأ معاكم بقى المقدمة بتاعتنا النهاردة كالعادة، وبأول خبر يا لبنية. أول خبر عندنا النهاردة، أول خبر يخص طبعا يعني استمرارا للأوضاع المأساوية اللي احنا بنتابعها بقالنا كام يوم دلوقتي، 100 يوم النهاردة اللي بيحصل في قطاع غزة. وزي ما كنت بقول لحضراتكم حتى بالبلدي كده شايفين التصريحات دايما اللي بتجيلنا من جانب الإسرائيلي، من هذا الكيان المحتل المجرم اللي كنت بقول لكم بالبلدي كده دايما بيجر شكل مصر. النهاردة بيرمي بلا بالبلدي برضو. شفنا طبعا المشهد المهيب في محكمة العدل الدولية ومحاكمة هذا الكيان، وطبعا مسألة البعد الإنساني وحرمان أهل غزة من أبسط مقومات الحياة، إن هم أولا مش قادرين يعيشوا في أمان، غير كده ما فيش لأكل ولا شرب ولا أي مساعدات إنسانية. وده كان الهم والشغل الشاغل للدولة المصرية من أول يوم، هو مسألة الملف الإنساني وضرورة إدخال المساعدات. لكن لما نسمع هذا الكيان إنه خلاص تحط كده إيه في خانة بيرمي بلا على الدولة المصرية، وبيقول ان مصر مشتركة بشكل او باخر في مسألة منع دخول المساعدات. مصر اللي من اول يوم، وفكر حضراتكم ساعة لما كانوا بيتكلموا عن اجلاء الرعاية الاجانب ومزدوج الجنسية، مصر قالت لا، مفيش حد هيخرج غير لما ندخل المساعدات الانسانيه. لا عندك، بصي عندك انت يا لبنى والنبي عندك الطلعه دي، سيبهم لي بس اخدهم انا اللفه دي. اتفضل. عايز اقول لحضراتكم ان انا توقعت يوم الخميس، على فكرة احنا قدمنا لحضراتكم اللي قالته جنوب افريقيا في المرافعة امام المحكمة العدل الدولية، وقلت لكم ان اسرائيل جايبة مجموعة وهتخرج يوم الجمعة. طبعا اسرائيل دخلت هجمت جنوب افريقيا وقعدت تقول احنا ما عملناش واحنا ما سويناش، ودي اتهاماتهم باطلة، ودي مش عارف مين ومين، ولكن هو مش عارف يفسر للعالم اي حاجة. راح مشاور على مصر وقال ايه؟ قال لك مصر هي اللي منعه المساعدات، ده على اعتبار يعني ان العالم كله مصاب بالعمى او الطرش، على اعتبار ان امين عام الامم المتحده لما اجى واقف على باب رفح ومنع دخوله، ده كان يعني مساله بالنسبه لهم عاديه. صحيح. على اعتبار ان المساعدات اللي كنا بنصورها واللي احنا رحنا شفناها وصورناها. صحيح. للعالم، والطوابير اللي واقفه دي كلها، ده كان حاجه من وحي خيالنا واحلام. وعايز اقول لكم ان اسرائيل اساسا دي بنيت على كذبه كبيره، هم اصلا كذابين، هي بنوا على كذبه، هي بنت كيان كاذب، اتبنت على كذبه وهم مستمرين في الكذب. صحيح. ولازم يستمروا في الكذب. اللي مجنني ان في ناس مصدقه الكذب ده، دول اصحاب غرض، دول عندهم والغرض. غرض، دول عندهم غرض. اللي مصدق يعني مش معقول زي ما كنت بتقول كده، ما عندكش عين، ما بتسمعش، ما بتشوفش التصريحات والمواقف، يعني ما فيش اي ادراك. البعيد لا هو ما عندوش نظر. لا مؤاخذه يعني، لا حاجه صحيحه، محذره عليا قبل ما نطلع قلت لي اوعى يا شردي في بصوا انا عايز اقول لكم حاجه، ايه رايكم نوريكم فيديو جراف كده نشوفه ونرجع نكمل تعليق على الخبر ده، مش خبر، على مش الشائعة حتى كمان، على هذه الأضحوك، على النكتة اللي قالتها إسرائيل دفاعا عن نفسها.
عارض في الارقام دي يا لبنى. ويعني ما اظنش ان مصر هي اللي دخلت عشان تدمر كل عربات الاسعاف اللي جوه غزه. ما اظنش ان مصر هي اللي دخلت ضربت كل موظفين الأونروا اللي بيوزعوا المعونه. ومصر برضو مش هي اللي ضربت المعبر من الناحيه الثانيه علشان تمنع المساعدات الانسانيه. ثلاث مرات ولا اربعه كمان. طب الراجل واستنى برضو وانا ببص على الشاحنات افتكر معايا الناس السواقين والشباب والمتطوعين اللي فضلوا معتصمين وقاعدين على الارض وقال مش هنمشي غير لما نقدر ان احنا ندخل المساعدات. واول ما ده حصل يعني ده سجدوا شكر ربنا. فكان كل حد في الدولة المصرية من منظمات المجتمع المدني للناس العادية اللي اتبرعت للناس اللي كانت واقفة قدام معبر رفح بالساعات وبالأيام الطويلة علشان نقدر ندخل المساعدات وننقذ أهالينا في غزة. فزي ما شردي كان بيتكلم ده كله موثق يعني بتصريحاتهم هم شخصيا يا شردي، مش هم نفسهم اللي كانوا بيقولوا ما فيش مساعدات مش هنسمح بدخول مساعدات والعرقلة في دخول المساعدات انك لما تدخل لا هفتشها، طب لا هفتشها الناحيه الثانيه، لا مش عارفه ايه، لا ايه يدخل وايه ما يدخلش، فيعني ازاي؟ ما هو من ضمنها كمان المنظمات العالميه اللي بعتت انابيب الاكسجين اتقال لهم ممنوع دخولها. هو مين اللي منع، مصر ولا مين؟ ما هي اسرائيل. بصوا انا عايز اقول لكم حاجه، هي الرساله مش من المفترض يتم توجيهها الى المجتمع الاسرائيلي. الاسرائيليين اصبحوا ناس مختله اساسا عقليا وغالبا كلهم هيتعالجوا بعد ما هتخلص الحدوته دي، انما هي توجه الى القضاء اللي قاعدين يسمعوا الاكاذيب دي، لان القضاء دول بالتاكيد متابعين الحدوته وقدامهم الورق وعندهم مرجعيه الامم المتحده. مدعي عام المحكمه الدوليه كان موجود هو كمان قدام معبر رفح، فاكر؟ ما هو ده كان موجود وحاضر ساعة المؤتمر الصحفي برضو، وكنا بنقول لهم ادي المعبر مقفول وهو اتمنع دخوله، مدعي المحكمة الدولية اللي كان موجود في المحكمة اول امبارح. شايف عايز اقول لك حاجة تانية، انت عارف ان هم طلعوا النهاردة بخبر جديد برضو في السكة كده، بس القاهرة الإخبارية والله بس القاهرة الإخبارية كذبته، يعني عن مصدر مصري مسؤول قال لك احنا بننسق مع الجانب المصري علشان اجراءات سيتم اتخاذها على محور فيلادلفيا. اللي انا اعرفه ان التنسيق الوحيد اللي مصر عاملاه وعايز اقوله لحضراتكم وتاكدوا منه هو تنسيق للامن القومي المصري. من الاخر كده يا اسرائيل، واذا كنا احنا واخدين بالنا من حاجه، احنا واخدين بالنا من اخواتنا في غزه وبنحاول ان احنا نساعد اخواتنا في غزه بكل الطرق الممكنه وهنستمر في ده لان ده واجبنا، واخدين بالنا كويس جدا 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 ان انتم يا اسرائيل ما توسعوش رقعة هذا النزاع علشان تحولوها لحرب تشمل كل المنطقة علشان انتم تنقذوا نفسكم من الورطة اللي انتم وقعتوا نفسكم فيها. نقطة، ورطة كبيرة ما حققوش اي حاجة على الارض، ما فيش اي مكاسب، على العكس بيتحاكموا دلوقتي. طبعا يعني لعل وعسى تكون المحاكمه فعلا يعني ما يتمش بشكل او باخر، انت فاهم طبعا قصدي ايه، لكن حتى اتفضحوا امام المجتمع الدولي. انا بتكلم على الشعوب اللي انتبهت، وما بكلمش على الشعوب العربية، العالم كله دلوقتي اللي شاف أكاذيبهم وشاف طريقتهم وعرف كمان حقيقة القضية الفلسطينية. الرواية الفلسطينية بقى ليها مكان، وده مكسب في حد ذاته وعلينا استغلاله. عشان كده لما الدولة المصرية واحنا بنتكلم في أبعاد مختلفة، البعد الإنساني في مسألة المساعدات، البعد طبعا العسكري في مسألة السعي لوقف إطلاق النار أو إحداث هدنة إنسانية، لكن المسار الأهم هو المسار السياسي. إزاي نبني على أن المجتمع الدولي استيقظ وشاف عدالة القضية الفلسطينية، أن احنا ندفع بهذا الحل حل الدولتين، عشان زي ما الرئيس بيقول ما نفضلش دايما يعني بنلف في الدائرة المفرغة دي. وأنا النهاردة عامل حلقة الحقيقة عامل فقرة في حلقة النهاردة عن 100 يوم من هذا الصراع. 100 يوم على الصراع، ماذا حدث؟ ايه اللي احنا اتحركنا عشانه؟ ايه اللي حصل على ارض الواقع؟ ايه اللي حصل داخل اسرائيل؟ ايه اللي حصل خارج اسرائيل؟ 100 يوم من هذه الحرب الشعواء هنكون موجودة معاكم النهاردة انا والدكتور صبحي عسيلة في فقرة في البرنامج والحلقة النهاردة. أهلا بيكي بالظبط كده. هنتقل بيكي للخبر التاني بقى اللي مصر كلها هتبدأ تتابعه، وهو المنتخب القومي المصري طبعا. يعني منتخبنا بيلعب النهاردة احنا كأس الأمم الإفريقية بكرة إن شاء الله. وطبعا بصوا يعني أكيد أنت معايا، الكورة يعني ليها سحرها وهي بتفرح الناس، واكيد احنا محتاجين يعني انه يعني نشوف بكل تاكيد منتخبنا يؤدي اداء بطولي واداء يعني كله روح ويفرحنا.
واحنا نستحق الرجوع بالكاس ولا ايه؟ احنا نستحق طبعا، وده هيكون الثامن يعني، ده الكاس الثامن لمصر. حتى الان مصر هي اللي فايزه بالكاس ده 7 مرات. الفريق القومي المصري وصل بالفعل، والاستقبالات ده احنا بنشيل الجول. بص انا قطعتك، انا لفتت نظري قوي. بنشيل الجول ما شاء الله، بيشيلوه بيحركوه ان شاء الله خير. ان شاء الله ده عشان العمل اللي احنا عاملينه بالظبط. ما تقولش كده، ده التدريبات. لا ده التدريبات اللي هم بيعملوها، دي التدريبات اللي بيعملها الفريق بعد ما وصل. هنقابل طبعا، هنقابل موزمبيق. هو من المفترض ان المجموعه بتاعتنا طبقا لتوقعات الكثير من الخبراء هي مجموعه مش هقول لك بيقولوا عليها سهله، بس احنا مش عايزين ابدا متوسط. نستسهل حاجه طبعا، ما نقولش سهله فان المساله يعني ايه مضمونه، نعمل اللي علينا. ربنا يسهل طبعا. وكده شفتي استقبال الناس للمنتخب القومي المصري ولمحمد صلاح عند الفندق؟ طبعا دول واقفين له، مش عايز اقول لك بشكل كبير جدا، واقفين حوالين الفندق وقاعدين يهتفوا باسمه، بينتظروا بس ان هو يعدي قدامهم وهو رايح التدريب او باللوك الجديد اللي عامله كمان. مش كده عجبك اللوك؟ انتوا بقى تهتموا انتوا كستات باللوك الجديد. هو طلع ترند بس يعني اللي. احنا بالنسبه لنا انا عجبني قوي بس بجد، ايه المنتخب لما كان بيتدرب في العاصمه الاداريه الجديده في مدينه مصر الاولمبيه، ملعب عظيم مهيب طبعا. ادي قدرات مصر بقى، ادي البنيه التحتيه، يعني ده استثمار في حد ذاته، انك تعمل بطولات دوليه، انك تروج لمصر، انه مونديال بقى يعني، ما يبقاش الملف بتاعنا القديم، يبقى ملف بامتياز ان شاء الله مع البنيه التحتيه ومع قامات رياضيه موجوده عندنا. كره القدم ان شاء الله يفرحونا، زي ما مش عايزين ننسى برضو الالعاب الفرديه، ويعني كل الامور دي علشان فعلا الرياضي بيبقى قدوة للشباب وقدوة للأطفال، فعايزين إن احنا نقدم لهم القدوة والنموذج الكويس ده. كل الأمنيات بالتوفيق للفريق القومي المصري. هنتقل بيك الاجتماع النهارده عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي. دايما احنا بنشتغل زي ما احنا كده متعودين، بنقدم للناس الاخبار المهمه والاخبار العالميه، ثم بنمسك الملف المحلي وبنتابع الاخبار بتاعه الملف المحلي. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل اجتماع للحديث الحقيقه ومتابعه جهود تطوير حاجتين اساسيتين، وهم منشات التعليم العالي في مصر أخبارها إيه، والجامعات التكنولوجية وغيرها وغيرها، ثم أيضا خطط تطوير القاهرة التاريخية. وبالصدفة عايز أقول لكم إن أنا والزميلة لبنى كان لنا تغطيات في هذا الأمر. صحيح. أنت غطيت الجامعات. أنا غطيت وعملت الجامعات شغل كتير فيها. لا أصل ملف الجامعات التكنولوجية ده ملف مهم قوي قوي، إنك تهتم بالتعليم الفني، بالحاجات اللي هي تواكب بقى المتطلبات، يعني إيه العصر الحديث زي ما بنقول عليها، أو وظائف المستقبل. فملف الجامعات التكنولوجية حصل فيها طفرة ونقلة كبيرة علشان كمان تتغير ثقافة المجتمع المصري بمسألة النوعية دي من التعليم. أنت بقى عملت كنت فين في ال؟ لا انا بصي، انا عملت برضو صورت. انا رحت مدن جديده، جميل، واخد بالك، ولقيت فيها جامعات تكنولوجيا في مناطق لم اكن اتوقعها. ولكن ايضا ما دي بتعمل عمران برضو، بتعمل ايوه عمران طبعا وتعمل زخم والطلبه اللي بيقبلوا عليها. انما انا عملت الحلقه بتاعت القاهره التاريخيه. الله الحقيقه. وانا اخيرا وصلنا الى مرحله ايه، منطقه القاهره الخديويه والقاهره التاريخيه. انت بتتكلمي على جزء من التاريخ. القاهره هي عاصمه عبر عصور كبيره جدا. احنا عندنا مباني النهارده تسجل اثار على مستوى العالم. وانا مش بقول لك بقى الهرم وغيره، لا انا بقول لك مباني سكنيه وفيها ناس ساكنه، ولكنها تحولت الى اثار من اكتر من 100 سنه ومن اكتر من كده. مشكلتنا في القاهره التاريخيه ان انت بتتحركي في وسط ناس عايشه زحام شديد للغايه، وبتحاولي انك انت ترجعي الهويه لمباني. لو عادت فعلا ونجحنا في اعاده الهويه ليها، هتشوفي وش تاني للعاصمه، لقلب العاصمه المصريه. انا عجبنا ان احنا ايه بنبص على المستقبل، وبنعمل الجديد والحديث والمدن الجديده، لكن ما ننساش تاريخنا والحاجات القديمه المحترمه المعتبره الموجوده عندنا. فانك تشتغل في الملفين دول بالتوازي، يعني ترجع كده لمصر رونقها وبريقها، واحنا نستحق. تبقى حاجه نستحق جدا، احنا نستحق جدا. هنسيب حضراتكم مع هذا التقرير، اتفرجوا على اجتماع الرئيس النهارده، ثم نعود مره اخرى وتستكمل معكم لبنى، وانا هكون موجود معاكم خلال هذه الحلقه. اهلا بيكم في الاستوديو الجديد، اهلا بيكم في هذا الديكور الرائع، الشاشات المختلفه، وبشكر كل زملائي في قناه الحياه على كل المجهود الكبير اللي بذلوه علشان نكون قدامكم بهذه الصوره.
اهلا بيك يا لبنى. اهلا ويلا بينا الحياه اليوم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني واللواء احمد العزازي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر، حيث اطلع السيد الرئيس على تطورات سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي عرض كذلك خلال الاجتماع الرؤى المطروحة من اللجنة المعنية لخطط تطوير القاهرة التاريخية بما يعيد للمدينة رونقها ويخفف من تحديات تواجهها بسبب احتياج العديد من المباني للترميم وزيادة الكثافة السكانية في تلك المناطق بما يمثل ضغطا إضافيا على المرافق. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة من جميع الأوجه، مشددا على أن الهدف الأول هو الحفاظ على القيمة التراثية الأصيلة للمدينة التاريخية مع تيسير حياة المواطنين ونفاذهم إلى المرافق والخدمات وزيادة المساحات الخضراء بما يضمن للمواطنين حقهم في بيئة نظيفة خالية من التلوث، فضلا عن ربط المزارات الأثرية والسياحية في إطار خطط تعزيز السياحة المحلية والأجنبية. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية بعد ما تابعنا طبعا في الجزء اللي فات أنا وشردي الأخبار، أهم الأخبار اللي حصلت النهاردة. نبتدي بقى مع حضراتكم في مواضيعنا، والحقيقة إن إحنا فكرنا نبتدي كلامنا النهاردة مع الشكل الجديد للبرنامج بالحاجات الإيجابية، الحاجات المنورة، الحاجات اللي تعبنا فيها فعلا كلنا كمصريين وبتمثل إنجاز حصل على أرض الواقع ومردوده هينعكس بالإيجاب على كل مواطن مصري إن شاء الله، سواء كنا بنتكلم على العاصمة الإدارية الجديدة، بوابة العبور لمصر المستقبل، حاجة تليق بكل المصريين بعيدا طبعا عن كل التفاصيل اللي ياما اتكلمنا فيها ومسألة التكلفة ومنين، وطبعا كل الكلام ده اترد عليه انه العاصمة ممولة نفسها بنفسها، وقطعة الأرض اللي ما كانش ليها أي سعر حاجة في الصحراء بقت تساوي زي ما بيقولوا كده شيء وشويات. وفي نفس الوقت انت بتتكلم على عاصمة جديدة، الخنقة، الضغط السكاني، مسألة سوق الخدمات اللي بقت موجودة جوه القلب القاهرة، لا انت بتطلع وبتتنفس، وازاي ان ده بيحقق بقى انك تنقل الحكومة، دواوين الحكومة للعاصمة الإدارية، مش مجرد نقل كده من مكان لمكان، لكن نقل بفكر وثقافة مختلفة وكمان أساليب عمل جديدة. ده زي ما بقول لكم مكلف الدولة أو ميزانية الدولة جنيه واحد، على العكس جابت لبلدنا، وأنا هنا بتكلم على الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. العاصمة الإدارية الجديدة هنبص عليها النهاردة وهنشوف وصلنا فيها لحد فين. مش بس كده، منتظرين إن شاء الله يا رب إن شاء الله. احنا عارفين طبعا إن الكام سنة اللي فاتوا الأوضاع كانت صعبة على مستوى العالم، وكنا يعني مخططين إنه يتم الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، هدية مصر للعالم، يكون يعني افتتاح مهيب، افتتاح يليق بحجم المتحف وبحجم طبعا ثقافة وحضارة مصر. فعشان كده المسألة مؤجلة، لكن على أرض الواقع أنت بتتكلم في أكتر من 90% من أعمال المتحف الكبير تم الانتهاء منها بالفعل. فالنهاردة برضو هنشوف المتحف المصري الكبير، لأنه من المتوقع وفي أخبار بتتكلم على أن الافتتاح ممكن إن شاء الله يا رب نشوفه السنة دي. التأمين الصحي الشامل، حلم يا ما حلمناه وكنا بنقول صعب تحقيقه،
مش بس عندنا لكن على مستوى العالم، حتى الولايات المتحدة الأمريكية مسألة التأمين الصحي الشامل ده بيبقى عقبة، أو يعني في مسألة إيه الانتخابات المرشح بيتكلم عنه، لكن بيبقى صعب في مسألة التمويل وفي مسألة التغطية. لكن إحنا هنا في مصر إن المواطن المصري يحصل على خدمة طبية لائقة وبدون مقابل، ويكون في العدالة في مسألة يعني القادر يعني يكون في اشتراك أكبر، والغير قادر تتحمل الدولة مسألة طبعا كل التكاليف المتعلقة بالخدمة أو بالعلاج، بدون بقى الدخول في تفاصيل لها علاقة بعلاج على نفقة الدولة، مش عارفة إيه يعني التأمين اللي هو هيئة التأمين، كل الكلام ده. فلا، انت بقى عندك تأمين صحي شامل. مصر بالفعل اشتغلت عليه في عدد من المحافظات كنماذج تجريبية، وهنتكلم نشوف وصلنا لحد فين فيه. كمان مشروع القرن، المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، واللي أشادت به الأمم المتحدة إنه نموذج إنمائي معتبر. إزاي المشروع ده قدر إن هو يغير وجه الريف المصري، وصلنا فيه لحد فين، لأن طبعا في مرحلة بالفعل تم الانتهاء منها، وفي مراحل بيحصل الشغل فيها في الوقت الحالي. كل ده هنبص عليه النهاردة في حلقتنا، لكن خلونا نبتدي بالعاصمة الإدارية الجديدة، نتابع بعض التفاصيل كده مع حضراتكم على الهوا. وطبعا أنا بنقل لكم دلوقتي وبنشوفنا على الشاشة الأربع مواضيع اللي هنتكلم فيهم النهاردة: العاصمة الإدارية الجديدة، المتحف المصري الكبير، ومجمع السويس الطبي. وطبعا ده من ضمن المجمعات اللي حصل فيها التطوير علشان التأمين الصحي الشامل، وحياة كريمة. احنا معاكم النهاردة في واحدة من القرى النموذجية في محافظة الغربية، وهي قرية نهطاي. نشوف العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المعلومات عن الشغل اللي حصل في هذا الملف، ونرجع تاني لحضراتكم.
ومعانا مشرفنا على الهوا باشمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة. مساء الخير يا باشمهندس، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. مساء النور يا فندم على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. يا اهلا وسهلا. في الاول يا باشمهندس، طبعا احنا متابعين معاكم على طول طبيعه التطور والشغل اللي بيحصل، بس لو حبينا بقى من خلال سيادتك ناخد فكره سريعه عن مجمل الاعمال، عن المشهد اللي موجود في العاصمه الاداريه دلوقتي. الحقيقه يا فندم كان يعني النهارده والمشهد حاليا داخل العاصمه الاداريه معبر جدا ان العاصمه بقت واقع دلوقتي، مش مجرد حلم زي ما كان قبل كده. احنا بنتكلم عن واقع موجود، انتقال حقيقي لكل الوزارات والهيئات الحكوميه داخل مقر الحي الحكومي بالعاصمه الاداريه الجديده. بنتكلم عن تشغيل للاحياء السكنيه اللي موجوده، للخدمات الرئيسيه اللي موجوده. بنتكلم عن تسكين لحوالي 4000 يعني موظف من العاملين داخل العاصمه الاداريه الجديده، بيتم في الفترة الحالية عشان يبقوا مقيمين بالفعل كمان داخل العاصمة الإدارية الجديدة. بنتكلم عن مدارس، عن جامعات، عن خدمات مختلفة بالفعل موجودة دلوقتي وشغالة وبتباشر عملها بشكل كامل جدا بدون أي إشكاليات. بنتكلم عن حجم مبيعات كبير جدا وحجم طلب متزايد على الأراضي داخل العاصمة الإدارية الجديدة وعلى الوحدات السكنية بأنواطها وعلى كل المحال التجارية والوحدات الإدارية. يعني الحمد لله الأرقام تضاعفت يمكن 4 أضعاف وخمس أضعاف في بعض الأحوال في العديد من المناطق داخل العاصمة الإدارية الجديدة نتيجة حجم الطلب المتزايد عليه. يعني وانا بكلم حضرتك والخلفيه منوره ما شاء الله وصوت الحركه موجود، ولما بتتكلمني عن مساله نقل الحكومه والموظفين وفي منهم بالفعل اللي احنا عارفين في سكن قريب من العاصمه، الجامعات، كل الكلام ده مع المواصلات برضو، يعني قول لي ده ازاي ساهم في مساله الحياه انه يبقى في روح وفي حركه في العاصمه في الوقت الحالي؟ طبعا بلا شك يعني التنميه اساسها طرق ومواصلات، والحقيقه العاصمه الاداريه بتحظى بالعديد من وسائل المواصلات الجديده اللي بالفعل في جزء كبير جدا منها دخل خدمه زي مشروع ال ار تي القطار المكهرب واللي بالفعل بينقل جزء من الموظفين، بالاضافه الى قيام وزاره النقل بتوفير العديد من الميني باصات والباصات والاتوبيسات اللي بتنقل الموظفين يوميا دلوقتي من مقر اقامتهم لمقر عملهم داخل العاصمه الاداريه لحين تسكنهم داخل العاصمه. والحقيقه كمان احنا الحمد لله دلوقتي الوضع بالنسبه للمشروعات المختلفه ان كان على مستوى شبكه الطرق داخل العاصمه الاداريه والبنيه التحتيه، الحمد لله بقى في جاهزيه كامله لكل الطرق الرئيسيه والمحوريه داخل العاصمه واللي بتمكن كل مرتادي العاصمه بالتنقل عليها بكل سهوله ويسر والوصول لاي مكان في العاصمه. والحقيقه يمكن على مستوى المشروعات اللي بنشرف احنا بتمثيلها واللي بتقوم بيها وزاره الاسكان داخل العاصمه الاداريه الجديده، عندنا تقدم ملحوظ جدا في مشروعات المرافق الحمد لله رب العالمين. عندنا الحقيقه تقدم كبير جدا في مشروعات منطقه المال والاعمال اللي هي منطقه الابراج اللي زي ما حضرتك شايفاها كده خلفينا دلوقتي، الحمد لله احنا انتهينا من 80% من الاعمال وجاري حاليا دلوقتي اعمال التشطيبات الداخليه في بعض الابراج. ومن برضو ضمن الحاجات الحقيقه المميزه جدا ان السنه دي بتشهد ان شاء الله في ربعها الاول، بنهايه ربعها الاول يعني ابتداء تسليم اول مجموعه من الابراج الاداريه وتمهيدا لطرحها وتسويقها بمشيئه الله تعالى. عندنا تقدم كبير جدا في مشروع الحدائق المركزيه النهر الاخضر واللي بيعد احد اهم المشروعات اللي بيتم تنفيذها في الشرق الاوسط بالكامل الحقيقه، وده نتيجه لتنوعه وثرائه بالعديد من العناصر المختلفه والخدمات المختلفه اللي بيعد هو اكبر منتزه ترفيهي الحقيقه في الشرق الاوسط. احنا المشروع الحمد لله انتهينا يمكن من تنفيذه بنهايه العام وحاليا احنا في مراحل الاستلام الابتدائي وبنجهز لمرحله التشغيل الجزئي والتجريبي في هذه المرحله. عندنا تقدم كبير جدا الحمد لله في انهاء اعمال مشروع الحي السكني الثالث الار 3 اللي الحمد لله دلوقتي يعني بقى مشروع مكتمل الخدمات وبيقدم الحقيقه 24000 وحده سكنيه بمساحات مختلفه بتبدا من حوالي 100 متر حتى 175 متر مسطح. وعايز اقول لحضرتك احنا تقريبا انتهينا من بيع 80 ل 85% من الوحدات السكنيه والفيلات السكنيه تم الانتهاء من بيعها بالكامل، بالاضافه للخدمات اللي موجوده. احنا عندنا دلوقتي اسواق تجاريه داخل الحي
فيها كل المحال التجارية الأساسية اللي ممكن توفر الاحتياجات الكاملة لأي مواطن قاطن معانا هنا في الحي. عندنا قرابة حوالي 300 أسرة بتعيش معانا داخل الحي السكني الار 3 سواء في مناطق الفيلات أو مناطق المجاورات السكنية والعمارات السكنية. طبعا الخدمات زي ما بقول لحضرتك كده، خدمة الانترنت، خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وطبعا كل الخدمات السمارت الجديدة داخل الحي بما فيها أنظمة المراقبة بالكاميرات الكاملة لكل الطرق الرئيسية والفرعية. الحقيقة برضو هنتكلم عن مشروع الحي السكني الار 5، واللي الحمد لله يمكن ان شاء الله الاسبوع ده هنشهد بداية طرح بيع الوحدات السكنية داخل الحي السكني من خلال شركات تسويق متخصصة تابعة لوزارة الإسكان. طب كويس ان حضرتك يعني لمست النقطة دي وشرحت لنا مسألة المرافق والبنية التحتية وخدمات الاتصالات، كل الامور اللي يعني بتأدي يا باشمهندس انك يبقى عندك مناخ جاذب للاستثمارات. ازاي اللي احنا بنتكلم فيه ده انعكس على مسألة الاستثمار سواء المحلي او الاجنبي، طرح مثلا غير الوحدات السكنية لكن اراضي للمستثمرين للمصنعين، اشرح لنا برضو الملف ده. بالفعل فندم الحقيقة يمكن احنا يعني رصدنا الفترة الاخيرة دي في حجم طلب متزايد من المستثمرين وسواء المصريين او مستثمرين بشراكات اجنبية كمان. تمام. داخل العاصمة الادارية في العديد من المشروعات سواء مشروعات سكنية او مشروعات متعددة الاستخدام ما بين التجارية والخدمية. وايضا في طبعا تم تخطيط منطقة صناعية داخل العاصمة الادارية لجذب المستثمرين الصناعيين ايضا داخل العاصمة الادارية. الحقيقة في حالة حراك كبيرة جدا حاصلة دلوقتي داخل العاصمة، وحجم الطلب اصبح متزايد بشكل كبير جدا على كل انماط الاستثمار المختلفة، وده الحقيقة يعني مناخ ايجابي جدا وفرصة عظيمة. وفي الحقيقة نوع من انواع التنافس الشديد اللي بيتم في المرحلة دي ما بين المستثمرين للتكالب على حجز اراضي ومشروعات مختلفة للبدء في الاستثمار. هل احنا عندنا اشتراطات مثلا او بنفضل نوعية معينة من الحاجات اللي في مسألة الاستثمار او في مسألة الصناعة، ايه الاولوية تبقى لايه؟ يعني هل في امور بعينها احنا مركزين عليها ولا المسألة متاحة للكل؟ هو الحقيقة طبعا يعني الاتاحة متنوعة وفقا لمخطط المرحلة الاولى من العاصمة الادارية اللي بيتم تنفيذه باجمالي مساحة 40,000 فدان. عندنا مشروعات عمرانية متكاملة كومباوندز وخلافه، عندنا ايضا في حجم طلب كبير جدا على المشروعات اللي هي متعددة الاستخدام اللي هي المولات التجارية والادارية، وايضا المباني اللي هي فيها كمان شق سكني بخلاف التجاري والاداري. عندنا برضو الحقيقة المنطقة الصناعية بيتم الترتيب لها من قبل شركة العاصمة دلوقتي للبدء في ترفيقها وطرحها في المرحلة الجاية، وهي تبقى منطقة صناعات خفيفة طبعا، لان احنا بجنبنا الحقيقة برضو بعض الكتل الصناعية الكبيرة زي مدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر اللي هيبقى فيها الصناعات الثقيلة، لكن المنطقة هيبقى فيها منطقة صناعات خفيفة. طيب حضرتك قلت يا باشمهندس مشروعات عمرانيه متكامله، وهنا هتكلم شويه عن الاحياء السكنيه، وعارف طبعا مساله الاشاعات دايما اللي بتتقال انه دي العليه القوم الكومباوندز، بس هل عندنا مستويات مختلفه متفاوته يعني تناسب كل الفئات او تقدر انها تكون ليها سكن في العاصمه الاداريه؟ الحقيقة فندم العاصمة الإدارية في المخطط فيها تنوع كبير جدا في أنماط الإسكان. تمام. ما بين الأحياء السكنية المختلفة بالإضافة لاستحداث نمط جديد اللي هو الإسكان المتوسط، واللي هتقوم بتنفيذه يمكن شركة العاصمة في المرحلة المقبلة بالإضافة لأنماط اللي تم تنفيذها. وعندنا كمان الحقيقة في حدائق العاصمة اللي هي ملاصقة تماما لمدينة العاصمة أنماط مختلفة من الإسكان المتعارف لكل فئات المجتمع المصري، إن كان إسكان اجتماعي أو سكن مصر أو سكن كل المصريين أو مشروعات دار مصر وخلافه، وبالتالي في تنوع وتكامل كبير جدا في أنماط الإسكان المختلفة داخل العاصمة الإدارية. العاصمة الإدارية هي مدينة لكل المصريين لكل فئات المجتمع المصري وليست مقتصرة على طبقة بعينها. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا باشمهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة. بشكرك يا باشمهندس.
طيب المتحف المصري الكبير، الحدث العالم كله منتظره، ومش ببالغ بقول ان العالم منتظر هذا الحدث، العالم اللي عنده شغف وولع كده بالحضارة المصرية القديمة وبالآثار الموجودة عندنا، وكان مسألة ملف الآثار ده كان يعني دايما كنا بنقول كده انه عندنا آثار في المخازن اكتر بكتير من الموجودة في المتاحف، وازاي انه يتم توزيعها وما تبقاش مكدسة فوق بعض، وازاي يتم عرضها بالشكل اللائق، وكنا بنزعل قوي ان يبقى قطعة أثرية موجودة عندنا تسافر بره، وده مكسب على فكرة ان الناس بره تشوف تحب أثرنا تيجي عشان تشوف الأصل، لكن كنا بنحس بالغيرة ان هم كانوا بيعرضوا الأثر بشكل محترم بشكل يليق بالحضارة المصرية، لكن المسألة دي اتحققت بالفعل وحضراتكم هتشوفوها، لان كان ليا شرف الحقيقه ان انا رحت وسجلت قبل كده في المتحف المصري الكبير ودخلت القاعات اللي بيتعرض فيها الاثار عرض متحفي اكثر من رائع، شغل مساله المرممين المصريين وازاي ان هم يعني بحرفيه عاليه بيوروا لك الحاجه، ده طبعا احنا اجدادنا عملوها بشكل اصلا ما تحسش ان هو عدى عليه يعني الافات السنين، لكن عرض متكامل وانه كل شيء ان شاء الله يا رب هيكون يعني بالشكل اللائق. احنا مش بنتكلم على المتحف المصري الكبير بس، لكن بنتكلم على المحيط، على المنطقه الاثريه والمنطقه المحيطه بالمتحف، متحف باكملها اللي بيتم تطويرها. خلونا مع حضراتكم كده في نقط ومعلومات سريعه نشوف ايه يعني اخر اخبار المتحف المصري الكبير، ونرجع مع حضراتكم نتكلم بالتفاصيل.
ومعنا على الهواء دكتور عيسى زيدان، المدير العام التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير. مساء الخير دكتور عيسى. مساء الخير يا استاذ ربنا على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، واهلا بقناه الحياه في اكبر سرح ثقافي هو المتحف المصري الكبير. انا كنت عندك الاسبوع اللي فات يا دكتور عيسى، يعني حاجه بقى دي زياره شخصيه كده، وقلت يعني ايه، لا انا عايزه لا جيت ويعني كانت تجربه اكتر من رائعه الحقيقه. وحتى اللي كانوا موجودين معايا قالوا لي هو احنا كده شفنا المتحف، من كتر ما هم حاسوا ان هم شافوا كل حاجه في المتحف. قضينا يوم بالكامل بس كده، يعني انت بتشوف اللي هو توت عنخ امون، العرض اللي هو الفيرتشوال ده، والبهو والدرج العظيم، وال المطاعم اللي موجودة، وتجربة طبعا انك الكنز اللي بتدور عليه، وكل الامور دي. فانا حبيت اقول الكلام ده في حضور حضرتك يا دكتور عيسى، لان احنا لسه في تشغيل تجريبي، وبسم الله ما شاء الله لما جيت لقيت مصريين كتير، ومسألة ان الناس عايزة تدخل ولا بالحجز، والتيكتس بتخلص على الانترنت، واجانب، فما شاء الله. فقلت كده في بالي، امال باذن الله يا رب بقى لما المتحف يبقى مفتتح كده فعليا هيحصل ايه؟ فربنا يبارك ان شاء الله. فدكتور عيسى هنتهز بقى فرصه حضرتك موجود معانا، ونقول للناس كلها، لكل المصريين دلوقتي، المتحف المصري الكبير عامل ايه، ونقدر كمان ان في الوقت الحالي نروح ونزوره. هو زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، بالنسبه طبعا ان المتحف المصري الكبير في بعض الاماكن اللي هي فيها تشغيل تجريبي اللي اتفتحت للزائرين، زي منطقه المسلة المعلقة، زي منطقة البهو العظيم اللي فيه تمثال الملك رمسيس وعمود الملك ميرم بتاح وتمثال الملك وملكة، بالإضافة إلى الدرج العظيم اللي هو عليه 60 قطعة من أفضل القطع الأثرية اللي بتعبر عن روعة الحضارة المصرية القديمة. اللي حضرتك شفتيه ده كله لا يتجاوز 10% من الإبهار والإبداع اللي هيقدمه المتحف المصري الكبير في قاعات العرض الرئيسية اللي هي بتبدأ من عصر ما قبل الأصولات إلى العصر اليوناني الروماني. 12 قاعة فيهم أفضل القطع الأثرية، بالإضافة إلى الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون، قاعتي من أفضل قاعات العرض المتحفي، 5368 قطعة هيتم عرض منهم الآثار كاملة لأول مرة، آثار الملك توت عنخ آمون، بعض القطع لم تعرض ولم يراها أي أحد من قبل، هيتم عرضها تحت سقف واحد اللي هو البيت الكبير بتاع المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى متحف من المتاحف النوعية المتميزة جدا على مستوى العالم، مش في مصر بس ولا الشرق الأوسط، هو متحف مراكب الملك خوفو، علشان يتم عرض المركبين لأول مرة، برضو المركب الأولى اللي تم نقلها والمركب الثانية اللي بيجري العمل على ترميمها وتجميعها الآن في المتحف المصري الكبير. طيب، هي الأعمال الإنشائية والحاجات اللي هي لقاعات العرض والقطع الأثرية والانتهاء من ترميمها، ايه الموقف بالنسبة لكل الكلام ده دكتور عيسى؟ هو حضرتك الأعمال الهندسية، احنا ما فيش أعمال هندسية خالص داخل المتحف، كل الأعمال الهندسية انتهت بنسبة 100%. تمام. الأعمال الأثرية ونقل الأثار وترميم الأثار ووضعها في القاعات، البهو انتهى بنسبة 100%، الدرج العظيم 100%. صحيح. عندنا قاعات العرض الرئيسية الأعمال انتهت بنسبة ما يقرب من 98%، خلال أيام هيتم الانتهاء من وضع جافة الآثار داخل قاعات العرض الرئيسية. عندنا قاعات الملك توت عنخ آمون، كل الآثار اترممت واتنقلت وموجودة في فترين على أحدث مستوى، تكنولوجيا حديثة، تحكم بيئي على أعلى مستوى، لم يتبقى سوى 142 قطعة أثرية فقط في متحف التحرير ومتحف شرم الشيخ، هيتم نقلهم قبل الافتتاح بوقت كافي عشان ما نحرمش أي زائر سواء مصري أو أجنبي بيجي عشان يشوف كنوز والفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون. هذه القطع حالتها جيدة جدا جدا. متحف مراكب الملك خوفو الأعمال الهندسية انتهت بنسبة 100%، المركب الأولى موجودة بالفعل داخل المتحف، وقريبا هيتم البدء في تجميع المركب الثانية. طيب، الجديد او المختلف اللي ما كانش عندنا، وحضرتك في وسط كلامك قلت حاجه يعني في بالنسبه لاساليب العرض اللي انا عايز اسال عنها شويه، ازاي ان احنا اهتمينا بيها، مساله الارشاد كمان، يعني انا التجربه بتاعتي ان حسيت ان في اختلاف كبير في مساله المرشدين وازاي بيتكلموا، وحتى فهمت ان هيبقى فيه ده حاجه تجريبيه، لكن اول ما نبتدي الشغل الجد بقى هيبقى فيه شغل كمان مختلف. احنا ازاي بنحضر، ازاي هنقدم اثارنا للعالم بشكل مختلف تماما دكتور عيسى؟
هو احنا بنقدم اصلنا زي ما حضرتك قلت بشكل مختلف بالفعل، في اسلوب العرض المتحفي، التكنولوجيا الحديثه، وسائل الشرح لكل قطع اثريه داخل المتحف المصري الكبير، بطاقه شرح بتعرف ما هو الاثر، ماده الاثر، منين الاثر ده، العصر اللي صنع منه هذا الاثر، في الاوديو جايد موجود، في شاشات العرض، في مرشدين على اعلى مستوى موجودين تبع شركه الاداره اللي هي موجوده. احنا في اسلوب متميز جدا جدا، والقطع موجوده سواء في قاعات العرض الرئيسيه او الدرج العظيم او توت، طبقا لسيناريو عرض مدروس وواعي جدا جدا، بيتكلم على سيناريو وستوري كبير جدا. يعني على سبيل المثال لو الدرج العظيم بيتكلم على موضوعات رئيسيه، اربع موضوعات، بيتكلم على الملكيه في مصر القديمه، بيتكلم على الدور المقدسه واماكن العباده في مصر القديمه، بيتكلم عن الملك وعلاقته بالالهه في مصر القديمه والحياه الابديه عند المصري القديم. الموضوع الرابع على الدرج العظيم، وبينتهي ببانوراما عرض رائعه اللي هي الاهرامات الثلاثه وكانها جات للمتحف ومعروضه في فترينه عرض، فده اسلوب متميز جدا جدا. فحضرتك لو جايه ممكن ما تحتاجيش مرشد، جايه عاوزه مرشد هتلاقي كل وسائل الشرح والتكنولوجيا موجوده داخل المتحف المصري الكبير. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عيسى زيدان، المدير العام التنفيذي للترميم ونقل الاثار بالمتحف المصري الكبير. في افكار مختلفه انا شفتها هناك، انه يعني انت مش بس بتبص على الاثار وعلى العرض وكل التفاصيل اللي قلتها لحضراتكم، لكن مساله ان في نشاط انت تحس انك بتعمله كاسره، كاطفال، كبار، الكل بيستمتع بيه. تدخل تطلب خريطه، الخريطه دي للاماكن الموجوده في اللي هو في القاعه الرئيسيه في البهو يعني، وبعدين تدور على يعني كانك بتعمل ايه، بتدور على كنز، بتحل اسئله، في كود كده بيكون موجود، تدور ده موجود فين، وماسك انت الخريطه يمين وشمال، عند الاثر ده، عند مش عارفه ايه، البوصله توديني ايه، تروح عند التمثال ده تشوف ايه السؤال، اسئله لها علاقه بالشرح اللي اتشرح لك كمان عن الحضاره المصريه وعن اللوحه الارشاديه الموجوده تحت كل تمثال. فتجربه حلوه، تجربه تحس ان انت لا تقدر تقضي يوم كامل، ما تزهقش ابدا من انك انت بتتفرج وبتشوف كل ده، بس كده في مدخل المتحف المصري الكبير، لسه ما دخلناش جوه وما شفناش القاعات وكل الحاجات وكل العظمة اللي موجودة. نروح لعظمة من نوع تاني، التأمين الصحي الشامل، حلم اللي حلمنا بيه على مدار سنين طويلة، وكنا بنقول هل نقدر ان احنا نشوفه على ارض الواقع، نقدر نشوف خدمه طبيه جيده تليق بالمصريين، وده حقهم، حق دستوري. عشان كده كان التامين الصحي الشامل، وكان عدد من المحافظات اللي حصل فيها تشغيل تجريبي، وكانت دي فرصه ان كل مقومات المنظومه الطبيه تشتغل عليها، من مستشفيات، من طواقم صحيه وطبيه، من حتى البنيه التشريعيه المتعلقه بالموضوع ده. خلونا مع حضراتكم نشوف برضو في عناوين ابرز المعلومات عن التأمين.
دكتور مصطفى غنيمة مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للتحول المؤسسي. مساء الخير يا دكتور مصطفى. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور مصطفى. يعني اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. عايزه حضرتك تدينا كده شويه معلومات فكره اكتر، يعني ايه التامين الصحي الشامل؟ يعني ايه المنظومه دي؟ عملنا فيها ايه؟ وصلنا لحد فين؟ حضرتك التامين الصحي الشامل هو يعني حلم كل المصريين في رعايه صحيه جيده. احنا ابتدينا بالمرحله الاولى بست محافظات، الاسماعيليه وبورسعيد والسويس وجنوب سيناء والاقصر واسوان. الحمد لله في اربع محافظات شغالين حاليا تشغيل كامل، والسويس واسوان في مرحله التشغيل التجريبي. طبعا الهدف الرئيسي في هي تقديم خدمه صحيه ذات جوده عاليه لكل المواطنين بنفس المستوى، وطبعا ده مشروع الدوله كلها. يمكن في اختلاف طبعا في طبيعه التشغيل وفي معايير التشغيل، طبعا التشغيل كله طبقا للمعايير العالميه، في طبعا ستاف من الاطباء وتمريض على اعلى مستوى، التجهيزات طبعا كلها متوافقه للمعايير العالميه طبقا لمعايير الجوده. ويمكن احنا النهارده مع حضرتك في مجمع السويس الطبي، ويمكن ده اكبر منشاه طبيه ان شاء الله داخله الخدمه عندنا، واحنا في مرحله التشغيل التجريبي حاليا. وانا عايز اقول لحضرتك ان المنشاه دي بتضم 427 سرير، وده عدد كبير جدا من الاسره، فيها 109 سرير رعايه مركزه، فيها 70 ماكينه غسيل كلوي، فيها 54 حضانه، فيها 16 غرفه عمليات مجهزه على اعلى مستوى، قسم مناظير جهاز هضمي، قسم مناظير مسالك بوليه، قسم علاج طبيعي طبعا. وكل الخدمات دي خدمات مميكنه تماما. يعني يمكن احنا لسه بادئين تشغيل التجريبي من اقل من شهرين. انا عايز احرك ان احنا حاليا في اللحظه بكافة حرك دي نسبه الاشغال عندنا في مجمع السويس الطبي اللي هو لسه في تشغيل تجريبي تخطت 70%. طب بقول لحضرتك ايه يا دكتور مصطفى، في منظومه التامين الصحي الشامل زي ما حضرتك شرحت وزي ما كنت لسه بتكلم برضو، انه لازم تكون كل حاجه مهيئه او مجهزه علشان تبقى كل دي في ابعاد او تدخل في المنظومه، من بينها المنشات الطبيه زي ما حضرتك اشار دلوقتي للمجمع الطبي الشامل في محافظه السويس. افهم من كده بيبقى في معايير او مقومات عشان منشاه صحيه سواء حكوميه او خاصه تدخل او تنضم للمنظومه دي. طبعا هو قانون التنظيم الصحي الشامل دوت بيشمل ثلاث هيئات. اتفضل. هيئه الرعايه الصحيه الهيئه اللي احنا تابعين ليها، ودي ذراع الدوله في تقديم الخدمه الطبيه. تمام. وهيئه الاعتماد والرقابه الصحيه، ودي مسؤوله عن المعايير، عن تطبيق المعايير الصحيه في تقديم الخدمه على اعلى مستوى. وهيئه التامين الصحي الشامل هي مسؤوله عن قطاع التمويل. احنا مثلا في هيئه الرعايه حاليا في ست محافظات دول عندنا 321 منشاه، منهم 162 منشاه حصلوا فعليا على الاعتماد الجوده من هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه، وباقي المنشات كلها ان شاء الله داخله تباعا في هذه المنظومه. طبعا لازم اي مستشفى ايا كان تبع هيئه الرعايه الصحيه اللي هي زراعه الدوله او منشاه خاصه، عشان تخش في المشروع لازم تكون حاصله على معايير الاعتماد من هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه. والمعايير دي مش مره واحده، لا دي معايير وعليها رقابه مستمره من الاعتماد والرقابه لمتابعه تنفيذ هذه المعايير. وطبعا كل المنشات لازم تكون مطابقه ومطابقه. والبعد الثاني او العنصر الثاني، مش بس بتكلم على المنشات لكن بتكلم على الطواقم البشريه، على العنصر البشري من اطباء، من تمريض، كل كوادر معاونه، دول برضو ازاي دخولهم في التامين الصحي الشامل ليه علاقه ببرضو تدريب او يعني اهتمام اكتر، سواء بقى ببرامج صحيه جديده، باساليب العلاج، اسلوب تقديم الخدمه. كلمني برضو على عن المحور ده دكتور مصطفى. طبعا بالنسبه طبعا تقديم الخدمه الطبيه، طبعا كل المنشآت بتاعتنا ماشيه طبقا للجايد لاينز في تقديم الخدمه الصحيه. طبعا بيتعمل تدريب لجميع الاطقم الطبيه. احنا عندنا في جميع التخصصات عندنا استشاريين حاصلين على الدكتوراه والزمالات الاجنبيه، واخصائيين طبعا واطباء مقيمين. كل من ينضم للمنظومه لازم بياخد تدريب، وتدريب مستمر، مش تدريب اول مره بس، لا، في تدريب مستمر لجميع الاطقم الطبيه وجميع العاملين بمختلف درجاتهم، المسؤولين عن خدمه المواطنين والمنتفعين والمسؤولين عن كل النواحي. في تدريب يعني يمكن لحد النهارده احنا يمكن عملنا اكثر من 20,000 برنامج تدريبي للعاملين في هيئه الرعايه الصحيه. المحافظات اللي دخل فيها التشغيل الكامل
حضرتك قلت لي 4 محافظات وفي 2 تجريبي من بينهم السويس. التشغيل الكامل ده يعني برضو ملاحظاتكم ايه على ارض الواقع بعد العمل فعليا؟ بص عليك، احنا عندنا طبعا اساليب كثيره لقياس نسبه رضاء المنتفعين بالنسبه لنا، ويمكن النسبه دي عندنا بتتخطى 90% الحمد لله حتى الان. تمام. كل محافظاتنا بتقدم جميع الخدمات لجميع المواطنين بنفس المستوى، وده من اسس التامين الصحي الشامل ان تقديم الخدمه لجميع الافراد بنفس المستوى بنفس المعايير، ان هي معايير ثابته معايير معتمده جايد لاينز عالميه، مفيش فرق بين اي مواطن طالما ان هو منتفع من التامين الصحي الشامل. وطبعا بالاضافه لكده طبعا مستشفيات الرعايه الصحيه بتقدم خدمات الطوارئ لجميع المواطنين ايا كان منتفع او غير منتفع. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور مصطفى ونيمه، مستشار رئيس هيئه الرعايه الصحيه للتحول المؤسسي. حياه كريمه، المشروع الاكثر من رائع، مشروع نموذجي، مشروع اشادت به الامم المتحده كنموذج انمائي يحتذى به، مشروع مش بيخدم بس 60 مليون مواطن مصري هم اهل القرى واهل الريف المصري، لكن ده ينعكس بالايجاب على كل حته في بلدنا. ازاي دخلت بهذا المشروع في قرى في مناطق كانت محرومه من ابسط الخدمات؟ دخلت ما سبتش حاجه، زي كتاب ما بيقول اللي يجي قدامك زي ما بتقال، صرف صحي، ميه، كهرباء، اتصالات، مدارس، مستشفيات، بنية تحتية متكاملة، اتصالات، كل شيء. ده غير كمان الاهتمام بالبشر من خلال طبعا مسألة بناء الإنسان وثقافته والحاجات، سواء بقى مراكز شبابية، سواء انك تدخل بحاجة برضو ليها علاقة انك تشوف السلوك وتشتغل على العنصر ده. ده غير انك برضو بتخدم المشروعات، ان يبقى في فرصة للتكسب من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في هذه المناطق. خلونا في عناوين ناخد حياة كريمة و ومعانا على الهواء دكتورة زينب سامي، منسق عام حياة كريمة بمحافظة الغربية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك، اهلا وسهلا. انا عارفة ان طبعا احنا معاكي النهاردة في واحدة من القرى النموذجية في محافظة الغربية، قرية نهطاي. قولي لي يعني ايه قرية نموذجية؟ اشرحي لي ايه اللي حصل في القرية دي كنموذج وحياة كريمة بشكل عام في الغربية. قرية نهطاي يا فندم إحدى قرى مركز زفتة، البالغ عددهم 54 قرية و88 تابع، بنخدم حوالي 599 ألف نسمة عندنا هنا في زفتة.
المشروعات بتاعتنا اللي احنا بدأنا نحطها في زفتة بداية من يناير 2021، معانا حوالي 876 مشروع، جاري العمل حاليا في 117 مشروع، تم نهو 726 مشروع، وصلت نسبة التنفيذ حتى الآن 89.1%، بتكلفة إجمالية تقريبا 4.6 مليار. احنا مركز زفتة لما دخلنا فيه الأول كان بحوارات مجتمعية مع أهالينا، بحيث ان احنا كان اول مشروع نبدا ان احنا نشارك فيه المواطن احلامه، هو محتاج يعيش في بيئه شكلها ايه. اول ما دخلنا مركز زفتة قعدنا معاهم، احنا كان في ال 54 قريه كان في منهم 16 قريه مخدومين تماما من خدمات الصرف الصحي. بدانا بقى ندخل نقول لهم انتوا طلباتكم ايه، القريه اللي ما كانش فيها صرف صحي بدانا نبدا حلمهم او حكايتهم او المستقبل اللي هم بيحلموا بيه من البدايه. بدانا نشوف الصرف الصحي، في عندنا حوالي 140 مشروع للصرف الصحي. كمان بدأنا نشوف مية الشرب، ان احنا نقدم مية مياه شرب نظيفة، وكمان توصل لكل الأدوار، لان كان دايما الناس تشتكي ان كان في ضعف في المية شوية. ففي عندنا 129 مشروع في قطاع مياه الشرب. مش بس كده، كمان احنا بدأنا ان احنا نقول لهم كمان الغاز الطبيعي، محتاجين ندخل كل بيت ويتم فيه الاستغناء عن الأنبوبة اللي هي القديمة اللي كلنا يعني عارفينها. بدأنا دلوقتي نشتغل بخدمات الغاز الطبيعي. مش بس كده، كمان احنا في عصر التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا، بدأنا الكابلات النحاسية القديمة ان احنا تبتدي ان يتم استبدالها بكابلات الفايبر اوبتكس فائق السرعة. الكهرباء بدأنا ان احنا نشيك عليها، نزود قدرة المحولات الكهربائية، وكمان نعمل صيانة للأعمدة والسلوك الكهربائية وغيره. ده كان بالنسبة للبنية التحتية، وطبعا كل ده بينتهي في الآخر بالرصف. برضو كنا بنقول لهم ايه باقي احلامكم. كنا دايما القريه اللي فيها مدرسه كان يقولوا لنا احنا محتاجين ان المدرسه بتاعتنا يتم رفع كفائتها وصيانتها، او اننا نعمل انشاء جديد لفك الكثافه الطلابيه. كان عندنا 83 مشروع في قطاع التربيه والتعليم، والحمد لله كلهم دخلوا دلوقتي التنفيذ. لو حضرتك شايفاني دلوقتي وكل مشاهدينك الكرام، انا ورايا مشروع من مشاريع التربيه والتعليم، مدرسه نهطاي للتعليم الاساسي بقوه 55 فصل، بدأنا فيها بالفعل. أولادنا بدأوا ياخدوا تعليمهم من خلالها، تعليم راقي مميز بأحدث الأساليب التي تواكب العصر. بعد التعليم كمان كان لازم نهتم جدا بموضوع الصحة، بدأنا ان احنا نشوف مستشفياتنا عايزينها على نظام التأمين الصحي الشامل، واكيد حضرتك لسه كنت بتتكلمي في الموضوع، والموضوع يهمنا كلنا ويهم صحة المواطن المصري. فوحداتنا اللي احنا عملناها هنا على نظام التأمين الصحي الشامل علشان نقدر نقدم خدمة مميزة كمان لأهالينا. الإسعاف كنا زمان في الكرة بنشتكي ان ممكن مواطن يتم اصابته او غيره، ومش قادرين ان احنا نلحقه ونجري بيه على اقرب مستشفى او غيره. في عندنا هنا 8 نقاط اسعاف، نقدر نعمل تغطية مكانية زمنية في اقل وقت، ممكن نقدر ان احنا نلحق المصاب بتاعنا علشان خاطر نقدم له خدمة صحية. احنا كل الكلام ده عملناه في وقت قد ايه يا دكتورة زينة؟ عندنا اللي هو يناير 2021، واحنا النهارده بنتكلم في يناير 2024. مركز زفتة بالكامل قلنا 876 مشروع، حاليا دلوقتي نسبة التنفيذ بتاعتنا 89%. احنا خلاص بقينا حاجات صغيرة جدا. انا عجبني وانت بتتكلمي، وانا عارفة ان ده نهج في حياة كريمة، ان احنا بنسمع الناس. احنا بيبقى عندنا تصور هندخل نعمل ايه، ده تمام، لكن كمان بنسمع اهل القرية محتاجين ايه علشان يكونوا هم شركاء معانا في التصور وفي التنفيذ، وان هم يحافظوا كمان على المكتسب ده. لو أخيرا في النقطة دي تحب تقول لنا إيه، بعد ما القرية اتحولت بالشكل ده الناس عاملة إزاي، الناس بتقول إيه، الناس إزاي بتحافظ وإزاي حب الشغل اللي اتعمل في بلدهم؟ أستاذة لبنى، في الأول خالص أول ما قعدنا مع أهلنا هنا وبنقول لهم أنتوا بتحلموا بإيه، كان دايما الرد اللي كنت باخده منهم أنتوا جايين تضحكوا علينا، إحنا ياما خدنا وعود بحاجات زي كده قبل كده بالعشرين سنة والخمسين سنة وغيره، وكل الحاجات دي ما تنفذتش. فقلنا لهم قلنا لهم دي مبادرة السيد رئيس الجمهورية، طبعا كل الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس،
وطبعا كل الشكر والتقدير للجهاز التنفيذي وعلى رأسه السيد المحافظ. بداية من أول ما عملنا المشروع لحد هذه اللحظة يمكن ده واضح جدا في الاستحقاق الانتخابي الأخير لما لقينا كل أهالي مركز زفتة كلهم طالعين طوابير كبيرة، كلهم طالعين شافوا الإنجازات بعينيهم لمسوها قدامهم، كلهم كانوا طالعين على اللجان الانتخابية كانت من أعلى المراكز في نسب التصويت. ودي رسالة شكر بتبقى رسالة ضمنية، مش لازم ان انا هطلع واقول كل الشكر للسيد رئيس الجمهورية، لكن ده الترجم في الطوابير الكبيرة صحيح. اللي كانت طب. هنا قدام اللجان الانتخابية الاهالي دايما مقدرين كميه الشغل حسوا ان بلدهم فاكراهم وعايزه تخدمهم وحاسه بيهم وبتعمل لهم، فبالتالي ايوه هم في ظهر بلدهم ويختاروا رئيسهم فعلا. ويختاروا ان هم يكملوا المسيره. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره زينب طبعا على وجودك معانا وعلى الشغل العظيم اللي بتعملوه على ارض الواقع. طيب احنا كده نكون خلصنا جولتنا النهارده سريعا. كنت بقول لحضراتكم طبعا اهم المشاريع والشغل اللي حصل في مصر، وطبعا مكملين مع حضراتكم وان شاء الله نعمل افضل وافضل. صحيح التحديات كتيره والوضع صعب والملف الاقتصادي مليان تفاصيل علينا ان احنا نقف ونعالجها ونشتغل عليها، لكن دايما الامل موجود ودايما المستقبل افضل باذن الله. طول ما في رؤيه، طول ما المصريين مع بعض بنتحمل التحديات وبنقوم كمان بتحقيق الانجازات سوا مع بعض ان شاء الله يا رب. بمناسبه كلامنا على المشروعات او عن الملف الاقتصادي، افكر حضراتكم بالصفقه طبعا اللي كنا اتكلمنا عنها من ايام بخصوص عدد من الفنادق وطرحها للاستثمار وشراكه القطاع الخاص، وده طبعا نقطه مهمه جدا جدا بنتكلم القطاع الخاص وافساح المجال ليه انه يكون شريك في الاعمال وشريك في اقتصاد البلد والنهوض بيه. النهارده القبضه، اعلنت القبضه وهي شركه استثماريه مقرها ابو ظبي اسمها كده القبضه، ومجموعه اختصارها ADQ او ادك مع مجموعة أدنك النهاردة عن توقيع على عدد من الاتفاقيات النهائية لاستحواذ استراتيجي على حصة 40.5% في مجموعة آيكون زراع قطاع الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة. وده هيتم من خلال زيادة رأس المال طبعا، والشركتين دول هيقوموا بالاستثمار من خلال كيان صاحب أو ليه أغراض في هذا الملف. بموجب الصفقة دي حصة القبضة هتحصل على 49% من إجمالي الاستحواذ، حصة أدنك هتحصل على 51%. آيكون بقى اللي بنتكلم عنها دي واللي كنا طبعا تابعنا التفاصيل اللي علاقة بمجموعة الفنادق، هي شركة رائدة في سوق الفنادق الفاخرة في مصر وعندها طبعا سجل كبير في بناء وامتلاك مجموعة من أهم الفنادق الفخمة في أنحاء البلاد. بنتكلم على سبيل المثال كيمبينسكي، فور سيزنز القاهرة، وفور سيزنز اسكندرية، ستيفانو، وفي كمان مجموعة بتقوم دلوقتي كمان بتطوير 3 فنادق وعقارات سكنية بتشمل فندق فور سيزنز ضمن مشروع مدينتي والأقصر. والمهم يعني كتير من الفنادق سواء في القاهرة، في اسكندرية، في مرسى علم وغيره. فده التطور الجديد اللي حصل في هذا الملف. بعد الفاصل طبعا النهارده حلقه استثنائيه بمناسبه الديكور الجديد والطلعه الجديده للحياه اليوم، فكنت انا وزميل عزيز شردي مع حضراتكم في بدايه الحلقه وكنا بنقدم طبعا الانترو وقلنا ان شردي هيرجع مره ثانيه في الفقره اللي جايه ان شاء الله. وبعد 100 يوم من العدوان المجرم على قطاع غزه هنقف عند اهم المحطات، اهم الاحداث، اكيد كلها احداث مؤسفه لكن بطبيعه الحال لازم تبص على تداعيات هذه الاحداث وعلى يعني ازاي تقراها سواء على المستوى العسكري او على المستوى السياسي، وازاي تعاطى معها كمان المجتمع الدولي. زميلي العزيز شردي هيكون مع دكتور صبحي عسيله الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه الفقره اللي جايه بعد الفاصل ان شاء الله، وارجع واشوف حضراتكم بكره باذن الله يا رب. على كل خير. عدنا لحضراتكم مرة أخرى. ضيفي في هذه الفقرة الدكتور صبحي عسيلة الخبير بمركز مصر للفكر والدراسات الاستراتيجية، أو زي ما أحب أقوله أو أقول عليه زميلي العزيز. الحديث هو 100 يوم من العدوان. على فكرة
انت بتتكلم او احنا بنتكلم او العالم بيتكلم على واحد من اكبر الحروب او الفترات اللي فيها حروب وفيها إبادة وفيها جرائم إنسانية بيتم ارتكابها في يمكن النص الثاني من القرن العشرين وطبعا بدايات القرن الواحد وعشرين. خلوني أبدأ مع الدكتور صبحي في هذا الأمر. دكتور صبحي أهلا بيك. أهلا أستاذ شادي. أنت محضر لنا شغلة عن النكبة الثانية، 100 يوم من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. صحيح. خليني الأول يعني أهنئكم على الحلة الجديدة الحياة اليوم، إن شاء الله تبقى انطلاقة استوديو جديد عظيم ورائع يعني. مشكور كل اللي ساهم في إنتاج هذا الموضوع، الحياة اليوم تستاهل في الحقيقة يعني. الحاجة الثانية، إحنا بنتكلم على النكبة الثانية، وفي الحقيقة النكبة الثانية فيما لو مرت ونحن يعني ندخل 100 يوم منها، ربما تكون أسوأ من المرة الأولانية، لأنه المرة الأولانية كانت لسه الدولة الفلسطينية أو الهوية الفلسطينية أو الفلسطينيين عندهم مكان يعيشوا فيه، فنزحوا ليه بعد 48 بالذات. وبتتكلم عن النكبة الأولى كانت سنة 48 أوه. وكانوا موجودين داخل الأرض الفلسطينية التاريخية. أي نعم، وصلت هذه الأرض أو بعد ما تقلصت تماما، إحنا بنتكلم النهاردة في 22% من مساحة فلسطين التاريخية، ومع ذلك بقى الفلسطينيون داخل الأرض الفلسطينية، وبقى في حاجة اسمها شتات فلسطين. هذه النكبة الجديدة فيما لو تم تمريرها، وهنا تاني أما هنروح للموقف المصري نقول ليه سر الموقف المصري في رفض هذا الموضوع، لأنه ده يعني قضاء تاما على القضية الفلسطينية وعلى الهوية الفلسطينية، وإن ما يبقاش في حاجة اسمها شعب فلسطيني، يبقى في فلسطينيين من أصول فلسطينية عايشين بقى في كل مكان، وتنتهي تماما كلمة الدولة الفلسطينية، الأرض الفلسطينية، هذه فلسطين اللي كنا بنحارب علشانها. علشان كده خطورة النكبة الثانية في هذا الموضوع إنها تكمل ما بدأته حرب 48 اللي ظل معلق لمدة 75 سنة حتى هذه اللحظة. طبعا حضرتك عارف أكتر مني والسادة المشاهدين عارفين أنه هذا الحلم لم ينقطع عن الإسرائيليين منذ عام 48. كان الهدف الأساسي أنك تخلص من الفلسطينيين تماما، لأنه هم يعرفوا تماما أنه طول ما الشعب الفلسطيني موجود على هذه الأرض أو داخل المحيط اللي اسمه الأرض الفلسطينية، يظل الأمل معقودا على أنه في يوم من الأيام هتوصل لدولة فلسطينية. ومش مصدفة الناس اللي بتشوفه في الأفلام كل واحد محتفظ بمفتاح بيته، لأنه الأمل موجود أنه يرجع في يوم من الأيام ويبقى في دولة فلسطينية مرة أخرى. قطع هذا الأمل أنك تدفع هؤلاء الناس خارج هذه الأرض وتقطع الصلة بينهم وبين هذه الأرض تماما، وهو ده المخطط اللي فضل ده اللي احنا بنعرض دلوقتي على حضراتكم أمامكم على الشاشة، تطور التحرك الإسرائيلي منذ 1917 وتطور إلى 2017. على مدى 100 عام ماذا حدث من تحركات إسرائيلية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية خلال القرن؟ وطبعا هننط شوية معاكم، وخليني أخذك على طول كده. طبعا احنا اتكلمنا عن الحروب والذي حدث وما تكبدته مصر، يعني دايما حتى لما تتكلم مع قيادات من فلسطينية من القدام كمان يقول لك مصر دفعت ثمن غالي جدا. يعني انت بتتكلم على 48، بتتكلم على 56، بتتكلم على 67، بتتكلم على 73، اللي كانت القضية الفلسطينية او الارض الفلسطينية دي هي المحور بتاعها. يعني بعد الخسارة اللي خسرها العرب واللي كانت مشاركة معهم مصر في 48، جت 67 طبعا احتلت فيها شبه جزيرة سيناء، احتل قطاع غزة والضفة الغربية وهضبت الجولان، كانت الحكاية كبيرة جدا. حرب 73 اللي استردت هذا الموضوع بالنسبة لشبه جزيرة سيناء، وحاول التاني ان تفتح مسار فتحه الرئيس السادات لاستعادة الارض الفلسطينية او لحلم اقامة دولة فلسطينية وحكم ذاتي واشياء من هذا القبيل. مصر تحملت كل ده نيابة عن الفلسطينيين في مقدمة حتى الدول العربية انه لا تاني لتصويت القضية الفلسطينية. مش بنقول الكلام ده من النهاردة، احنا الكلام ده بنقوله من 48. ولو في وقت طبعا مفيش وقت نفضل نحكي الكلام ده، انما من سنة 48 مصر الملكية ومصر الجمهورية وهي ضد كل هذه المخططات تماما، قولا واحدا لم تسلم مصر مرة واحدة بصرف النظر اتهزمت كذبت ايا كان اللي حصل، مصر لم تسلم نهائي بان طب فكره. ولكن خليني اخد استاذ المشاهدين على اللقاءات العشر. اوكي. الاساس في الدبلوماسيه المصريه في الملف الفلسطيني، والتي يعني الكلام اللي احنا كررناه عده مرات وعبر السنوات الماضيه، وهو ما زال الدبلوماسيه المصريه نظرا في هذه القضيه، مش كده؟ هم 10 10 لا
صحيح صح صحيح. نقولهم بقى والعشرة لا قبل ما نقولهم يا استاذ شير، دي هي جايين من الموقف المصري الثابت او السياسه المصريه الثابته تجاه هذه القضيه الفلسطينيه، وانها لابد من اقامه دوله فلسطينيه على حدود الرابع من يونيو 67 كما توافق عليه المجتمع الدولي والمصريين، وانه في طريق اسمه التسويه السياسيه او المفاوضات ممكن نصل بيها الى هذا الموضوع، ما دون ذلك لا. داخل هذا المشروع في لاءات مصريه بتكبر هذه اللاءات او بتتزايد حسب الموقف. الموقف اللي احنا فيه حيث انه هو من الخطوره بمكان على القضيه الفلسطينيه كلها، نقدر نتكلم على 10 لاءات فلسطينيه مصريه عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل واضح تماما، ولا يقبل اي مجال لا للجدل ولا للتعليق ولا للمساومه. لا على فكره وعلى فكره التعبير بتاع عبد الفتاح السيسي او حديثه عن هذه القضيه لم يكن فقط بعد 7 اكتوبر. صحيح. ده هو ده ما تطالب به مصر في الملف الفلسطيني ومنذ فترة طويلة. حضرتك بتذكرني كمان بمثل الرئيس عبد الفتاح السيسي أول ما جه ونداءه من على منصة الأمم المتحدة للإسرائيليين والفلسطينيين، وتاني حثهم على أن احنا أمام فرصة تاريخية، وأن السلام هو الطريق الوحيد لأمن الفلسطينيين وأمن الإسرائيليين، وأنه بدون ذلك يعني هو كم من مرة حذر، ولما يحذر كمان من على منصة الأمم المتحدة كان شيء لافت للنظر أن الرئيس يتوجه للرأي العام الإسرائيلي عشان يقول له أنه الأمن والأمان لا يمكن أن يتحقق وأنت عايش في دولة والفلسطينيين مش عايشين في دولة. هذا مبدأ مصري ثابت تماما. اللقاءات المصرية رفعها الرئيس عبد الفتاح السيسي. طب نحضر خلينا بص احنا حضرنا الفيديو اللي انت بتقول عليه اهو، خلينا اوري حضراتكم الفيديو والرسالة التي ذكرها دكتور صبحي عسيلة واللي اتقالت سنة 2016 في الأمم المتحدة. نسمع ونرجع حضراتكم تاني. أتوجه بنداء إلى الشعب الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية في أهمية إيجاد حل لهذه القضية. لدينا فرصة حقيقية لكتابة صفحة مضيئة في تاريخ المنطقة بالتحرك في اتجاه السلام. التجربة المصرية تجربة رائعة ومتفردة، ويمكن تكرارها مرة أخرى بحل مشكلة الفلسطينيين وإيجاد دولة فلسطينية لهم بجانب الدولة الإسرائيلية تحفظ الأمن والأمان. تحقق الأمن والأمان للفلسطينيين وتحقق الأمن والأمان للإسرائيليين. 2016 وقررها في 2017 وقرر الكلام تاني بعدها وقرره في كل اللقاءات الدولية والمحافل المجالات الدولية. لأنه أنا يعني في اعتقادي أنا الشخصي الرئيس يؤمن بأنه الإنسانية يمكن أن تكون سعيدة جدا لو أن الحمقى انشغلوا كثيرا بتحقيق هذه السعادة والآمال بدل من أن ينشغلوا بتصليح أو بتصحيح ما ارتكبوه من حماقات. المشكلة أن الناس الحمقى وما أكثر كثيرين في المجتمع. ولو حضرتك تتذكر لو أنه استمع إلى هذه النصيحة منذ اليوم الأول وحتى الآن ما كنا وصلنا، ولا كان وصل الإسرائيليين أصلا إلى الموقف اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. هنا تيجي اللقاءات المصرية. إذا الإسرائيليين ماضين في غيهم بهذا الشكل، وإذا هم مصرين على أن القوة هي العامل الوحيد الذي يمكن أن يحقق لهم الأمن، فيقول الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل واضح منذ اليوم الأول بعد 7 أكتوبر يقول لا لتهجير الفلسطينيين قسريا، ثم أضيف إليها طوعيا حين لعب الإسرائيليين على أنه يمكن أن يهجر الفلسطينيين طوعيا. فمصر تعلن مرارا وتكرارا أنه لا لتهجير الفلسطينيين قسريا ولا قطعيا، ولا لتصفية القضية الفلسطينية، ولا لتصفيتها على حساب مصر، ولا للإبادة الجماعية، ولا للقضاء على حل الدولتين المبدأ الأساسي والراسخ للسياسة المصرية، ولا لاحتلال إسرائيل لقطاع غزة. لما طرح أفكار أن إسرائيل تعود تاني لتسيطر على قطاع غزة مصر ترفض ذلك تماما، ولا لإدارة مصرية أيضا ولا لأي دولة تانية لقطاع غزة. مصر تؤمن تماما وتعتقد وتدفع في أن الحل لابد أن يكون فلسطينيا، وأن الفلسطينيين قادرين على إدارة أمورهم، ولا لفصل غزة عن الضفة الغربية لأنه تاني هناك مخططات لأن تبقى غزة وحدها، غزة تكون جزء من الدولة. ولو بنتكلم على الدولة الفلسطينية يبقى لازم تكون الضفة وقطاع غزة
كل لا ينفصل، هما الاثنين حاجة واحدة يشكلان الدولة الفلسطينية. وطبعا مؤمنين بدور منظمة التحرير الفلسطينية المؤسس الشرعي الوحيد، ولا لأي تجاوز لهذا الموضوع، لأنه تاني في أفكار كتير لتجاوز منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية. آخر حاجة لا بقى للمساس الأمن القومي، أيا كان اللي هيحصل في هذا الملف وأيا كانت الأمور ستتطور إلى أين، خط الأمن القومي المصري خط أحمر. طيب، ومصر تعرف كيف تدافع عن أمنها القومي. أشكرك. ولكن في إطار الميت يوم، أنا هاخد الميت يوم، كلنا متابعين الأحداث داخل غزة، ولكن خلينا نقلك على طول بقى إيه كم الشائعات التي تم إطلاقها والضغوط التي تعرضت لها مصر من المجتمع الدولي ومن إسرائيل ومن آخرين حول إسرائيل وكذا وكذا. قل لي إيه اللي أنت شفته في هذه الفترة، أو إيه اللي احنا رصدناه من شائعات وأكاذيب؟ شوف حضرتك، الشائعات لم تتوقف، يعني يكاد يكون بكل يوم او كل كام يوم في اشاعه على الموقف المصري، وده ايضا بسبب اللقاءات وبسبب صلابه الموقف المصري، لان الاسرائيليين عارفين تماما ومدركين تماما انه العقبه الكؤود اللي في هذا الموضوع هي مصر. طول ما مصر رافضه، مصر قدرت تصد هذه الهجمة الشرسة من جانب الإسرائيليين، ومن ثم لحقتها هي وأطراف عديدة بالتشكيك في هذا الموقف، بل في التشكيك حتى في هذه اللقاءات. ولما نتكلم على حكاية لما بقول لا لتهجير الفلسطيني ولا تصفية القضية الفلسطينية، فتبقى الإشاعة المستمرة طول الوقت أن مصر قد تقبل تحت ضائقة اقتصادية أو تحت أسباب اقتصادية أو تحت أي دعاوى موضوع توطين الفلسطينيين في سيناء، أو أنها تقبل بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وهو راح طبعا عدها لهم في الثمانيات، ومع ذلك لا على الهواء، مباشرة قال لهم بصوا احنا عارفين أن المخطط كذا 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 ومش هيحصل. صحيح، ومع ذلك لا يكفوا عن إثارة هذا الموضوع، هم ومن لف لفهم من الجماعة المطاردي إياهم طول الوقت يتكلموا على حكاية. خلينا أخدك بقى لحتة إيه، غلق معبر رفح، لأن هم رجعوا تاني يكرروها امبارح في المحكمة الجنائية، المحكمة العدل الدولية. صح. في البداية قال لك مصر هي اللي موقفة، وبعد كده قال لك أصلا أنا مش هدخل كذا ومش هدخل كذا. ردك إيه على ده؟ ما هو دي إحدى الشائعات المستمرة، والوقت عادت مرة أخرى على الساحة بالأمس أمام المحكمة العدل الدولية. صحيح، ومعبر رفح منذ اليوم الأول خلال الميت يوم لم يتوقف يوما واحدا عن إطلاق شائعات تتعلق بيه، من أول أنه يتقال أنه معبر رفح مقفول، وأنه مصر لا تدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفكر حضرتك لما مصر حركت كل أسطول المساعدات صفته أمام معبر رفح حتى يرى العالم وترى كل الكاميرات، لما خدت كل المبعوثين الأمميين قدام المعبر علشان يشوفوا أن المعبر ومصر جاهزة تماما لكي تتعامل مع إدخال المساعدات. لما مصر نفكر الناس أن معبر رفح ده يخضع لاتفاقية عملت في 2005، وأن مصر مسؤولة فقط عن الجانب المصري من هذا المعبر، وأن الجزء اللي الناحية الثانية اللي هو ناحية الفلسطينيين تتحكم فيه إسرائيل، بل أنها يا دكتور خصفت هذا المعبر من الجانب الفلسطيني. يا دكتور صبحي، الإسرائيليين دول هبل ولا هطل، ولا هم فاكريننا احنا هبل، ولا فاكرين المجتمع الدولة، ولا في ايه بالظبط؟ يعني انت كيف تحاول ان تقنع مجتمع بيحاول يقنعك بقاله 100 يوم نبوس ايدك دخل مساعدات زيادة؟ ده قالها لهم بايدن، يعني ده بايدن نفسه قالها لهم. انا اقول لحضرتك حاجة كمان، مصر وكلهم فاكرين مصر ربطت تماما، لما تكلموا على اخراج مزدوج الجنسية، مصر استخدمت هذه الورقة للضغط على إسرائيل لفتح علشان ندمرها المساعدات الإنسانية، وهاجمونا، إنما كان الأساس أيامها أيوة بتستخدم كل الأوراق عشان نفتح هذا المعبر. أنت حضرتك بتقول لي بيكذبوا ليه؟ عارف حضرتك في كده في مثل، ماذا تفعل المشطة في الوش العكر؟ هم مؤمنين ان المشطه دي تقدر تعمل حاجه في الوش العكر، انه طول الوقت الاسرائيليين يكذبون ثم يكذبون ثم يكذبون على احدا يصدقهم او يشغلوا حتى هي دوله بنيت على الاكاذيب اساسا. سمحه فلابن اليهودي الدكتور الكبير جدا كاتب اكاذيب بناء اسرائيل. صحيح، هو عمل الكتاب ده. طب هخش بيك على رقم ثلاثة بقى، اللي هو تحصيل رسوم على المسافرين عبر معبر رفح من قطاع غزة. دي كانت اكبر فريه بقى من الفريه اللي اتعرض ليها المعبر. اكبر ايه؟ فريه، كذبه يعني. ايوه كذبه، ما تتكلمني كده فريه كذبه إيه؟ في الحقيقه لما تبقى مصر اللي بتتكلم على المساعدات، ولما تبقى مصر الدوله الاولى في على سواء على مستوى الدول العربيه او على مستوى دول العالم التي تدخل مساعدات، تحالف الوطني واساطيل المساعدات 70% من المساعدات اللي دخلت مصريه. حلو، ورغم كل الازمه اللي بيتكلموا عليها موجوده في مصر، ومع ذلك مصر تحتشد لتقدم مساعدات. وانا فاكر مع حضرتك في حلقه من حلقات الحياه اليوم حضرتك قلت لي او قلت احنا بنقسم اللقمه مع اخواننا الفلسطينيين، وهنفضل نقسم اللقمه مع اخواننا الفلسطينيين. ما هو ده اللي بص اللي مجنني ايه؟ ان هم متوقعين ان العالم هيصدق. ليه؟
لان انت النهارده شوف عدد المصابين اللي انت خدتهم واستضفتهم ده بتصادفهم وبتعالجهم على حساب الدولة المصرية ومعاهم مرافقين بتوعهم، عدد الفلسطينيين اللي انت استضفتهم لانهم مش عارفين يرجعوا الى غزة وكانوا مزنوقين هنا بعد ما حصلت الحرب او بعد حصل الهجوم. صحيح. عدد 23,000 اللي انت عديتهم اللي هم حاملي مزدوج الجنسية اللي انت دخلتهم وعدهم ودولهم استلم كل الكلام ده ويرجع يقول لك ايه؟ مصر بتاخد رسوم، تحصيل رسوم. يعني احنا خلاص كل اللي احنا معديينه يا راجل، ده احنا مدخلين احنا مدخلين كميه خيم صحيح وكميه حاجات. ما انا لسه بقول لحضرتك، لو تشوف تكلفه هذه المساعدات لا يمكن الحديث معاها على انك بتحصل رسوم، ولم يثبت باي دليل من اي حد انه في تحصيل رسوم بشكل رسمي على هذا المعبر باي حال من الاحوال. كانت الرسوم مقرره منذ اصلا اليوم الاول وهي رسوم ضعيفه للغايه للغايه. احنا بنتكلم لا يمكن في ظل هذه الازمه واللي مصر بتعمله واللي مصر عايزه تدخل المساعدات تكون بتحصل رسوم من بالظبط. هخش بيك على الرابعه. الرابعه بتقول ان مصر بتحتاج الى اذن اسرائيلي لاعاده المصريين من قطاع غزه. طبعا ودي تعرضنا ليها بالحديث، انه اذا كانت مصر واذا وصل المصريين الى قطاع الى المعبر هيعدوا. ومع ذلك كان هدف منها ايه؟ الشوشره تاني على الموقف المصري ومحاوله التاثير على والضغط على صانع القرار المصري وتشويه الصوره، تشويه الصوره تماما ان مصر تحصل على اذن من الجانب الاسرائيلي. باشا بعد اذن حضرتك والنبي الله يكرمك، هو احنا نعدي 23,000 بني ادم من جنسيات تانية ونيجي عند المصريين نقول للاسرائيليين النبي نعديهم ولا ما نعديهم؟ صحيح. وانا قلت يعني لحضرتك هي بالمنطق كده هنعمل ده؟ لا، هم ما بيتكلموش عن المنطق، هو تاني بيتكلم تاني على تشويه الصوره، ايا كان الهدف او الكذبه اللي بيطرحها هي لتشويه الصوره وفقط، ما عندوش اكتر من ان هو يشوه صوره مصر ايا كانت الكذبه اللي بيقولها. وبعدين حكايه دخول اسلحه من الاراضي المصريه الى قطاع غزه، ده بقى اللي انا واقف قدامه ازاي يعني. واحنا اتكلمنا كتير، هو بيتكلم تاني للضغط تاني على الموقف المصري وموضوع الانفاق اللي هي ما بقتش موجوده واللي مصر اتعاملت معها تماما. مصر خاضت حرب لمحاربه الارهاب في داخل سيناء ونظفت هذا الموضوع تماما ولم يعد موجودا، ولا يمكن ان تمر اسلحه تاني عبر هذه المنطقه الى داخل القطاع باي حال من الاحوال. انما هو بيطرح ده تاني علشان يرجع يفكر الناس بان لسه الانفاق موجوده، وان وخلي بال حضرتك حتى الموضوع ده بعض الناس خدوه بالشكل العكسي، كما لو ان مصر تسهل حركه او دعم المقاومه الفلسطينيه، ومع ذلك هذا غير موجود باي حال من الاحوال. واللي عنده دليل زي ما حضرتك دايما تقول وقلنا قبل كده، اللي عنده دليل مادي واضح يطلعه، كل هذه ايضا اكاذيب. بص انا عايز اقول لك دكتور صبحي، يعني القضيه دي لا تحتاج منك ان انت تقف قدامها. يعني اللي انا واقف قدامه في الحته دي حتة ان هو فاكر ان الناس هتصدق بجد، هو بيستغل هنا الحاجة اللي انت قلت لي عليها وهي آلة الاعلام الغربي اللي واقفة وراه على طول علشان تقنع الناس بالكذبة. انا هقول لحضرتك يعني بيكذب الكذبة ويصدقها ابن اللذينة وبعدين يخلي الناس تصدقها، وده صحيح. انا هقول لحضرتك كمان حاجة، هو بينسج عليها ايه لما يقول فكرة زي حكاية الاسلحة بتعدي من سيناء، علشان بعد شوية يعني من اسبوع تقريبا يتكلم على محور صلاح الدين وانه عاوز يحتل هذا المحور عشان يضبط الامن على هذه المنطقة، ويتقال كمان انه بيتفق مع مصر على هذا الموضوع، وهذا ايضا غير موجود باي حال، ومصر نفت هذا الكلام ولا يمكن الحديث على محور صلاح الدين باي حال من الاحوال. انما هو تاني بينسج رواية كاملة يحاول يقنع بها العالم، انا هنا هبقى موجود ليه في محور صلاح الدين؟ علشان اظبط الحدود. بالظبط كده. عايز اوريكم بقى جزء من الجون اللي بصوا العالم كله سقف واحنا في مصر. الجزء اللي انتوا هتشوفوه ده النهاردة كان احد اسباب تحرك الشعب المصري فورا في ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الصحفي مع شولتز. هوريكم الكلمة اللي قالها الرئيس ساعتها وهزت العالم، وخدوا بالكم والرئيس بيتكلم وش وزير الخارجية الألماني عامل ازاي. نشوف ونرجع لحضراتكم تاني. اتفقنا في الرؤى مع فخامة المستشار الألماني على أهمية العمل بشكل مكثف على استئناف عملية السلام عقب احتواء التصعيد الراهن وإيجاد آفاق لتسوية القضية الفلسطينية، كما أعربت لفخامته عن قلق مصر البالغ من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وشددت على ضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع وتيسير عمل
المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة. وأكدت مجددا استمرار مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري لدى سماح الأوضاع بذلك، أخذا في الاعتبار أن مصر لم تقم بإغلاقه منذ اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات على الأرض وتكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله. كما أكدت أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة. وأكدت في هذا الصدد أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني. طبعا ده كان الكلام مع المستشار الألماني، مش وزير الخارجية، أنا آسف، مع المستشار الألماني. وده كانت المفاجأة الأولى للعالم، يعني هو بيقول لهم بالعرب الفصيح كده احنا عارفين المخطط بتاعكم ايه. ولكن خدتوا بالكم من بداية الكلام بيقول يا اخواننا عايزين ندخل المساعدات ساعدونا، وانت يا اسرائيل يا اللي طالع امبارح بعد 100 يوم قدام المجتمع الدولي تقول مصر هي اللي واقفه، ما وقفتش ليه ايامها يا شملول؟ ورحت قايل ده انتوا اللي موقفين. صحيح. ما راحش ردد ليه المستشار الالماني؟ ده اكبر الداعمين لاسرائيل، واحد من اكبر الداعمين لاسرائيل. ايوه بالظبط. اللي هو واقف معاك في المحكمه الدوليه. انت عارف المانيا اعلنت واقفه معاها. طبعا. ما وقفتش ليه يا شملول ساعتها وقلت لا والله ده مصر هي اللي بتوقف. عشان اوريكوا انتوا بتتفرجوا على وشوش كتيره جدا للعالم، بتتفرجوا على وشوش قبيحه للعالم. هنطلع فاصل ونرجع تاني. 100 يوم على العدوان على غزه، الحياه اليوم. عدنا لحضراتكم مره اخرى دكتور صبحي، هنتقل بك على طول الى وقفه الاعلام المصري، لان احنا كنا في البدايه العالم كله يقف خلف إسرائيل، الإعلام كله واقف خلف إسرائيل، حدوتة بنت لذينة كده. ولكن الإعلام المصري والخطاب السياسي المصري قدرنا نغير شوية؟ قدرنا نغير كتير. وخليني بس أختم الجزء اللي كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل وأقول لحضرتك عشان السادة المشاهدين يفتكروا دايما واحد من أهم تصريحات الرئيس السيسي لما قال إنه مصر تدير سياستها بشرف في زمن عز فيه الشرف. تقدر تفهم كل الاكاذيب اللي بتتقال لنا دلوقتي وبتتقال لي. نيجي للاعلام. جزء كبير من الحرب دي هو حرب في الاعلام، بل ان كل الحروب دلوقتي يدار الجزء الاكبر منها في الاعلام. طيب غزه، اين اعلام غزه؟ هل غزه اخواننا الفلسطينيين يملكون من وسائل الاعلام ما يمكنهم به مخاطبه الراي العام الدولي وحتى الراي العام العربي؟ الاجابه لا. طيب اعتمدوا على القنوات. صحيح. اللي دخلالهم من دول اخرى الحقيقه، مصر والاخر والجزيره برضو. والجزيره. ولكن السوشيال ميديا. صحيح. والسوشيال ميديا بس يظل تاني لما تبقى انت مسخر اعلامك، بتكلم هنا في مصر على الاعلام المصري اللي مسخر من اجل هذه القضيه، لم تغب هذه القضيه عن كل شاشات وسائل الاعلام المصريه. وانا فاكر حضرتك لما كنا بنتكلم على الانتخابات، احنا ما كناش قادرين نتكلم على الانتخابات، احنا كنا بنتكلم على غزه. لما القاهرة الإخبارية تبقى طول الوقت الملف الأساسي والوحيد تقريبا على أجندتها هو الموضوع غزة، ولما تبقى القاهرة الإخبارية مسخرة نفسها أنها تبقى صوت غزة، أنت بتتكلم في حد فاهم يعني إيه صراع الروايات، وحد عارف يعني إيه الحرب الإعلامية، بيحاول يخوضها بأكبر قدر ممكن من الطاقة اللي ممكن يقدمها لإخواننا الفلسطينيين. لا، أنا مش هنسى الشركة المتحدة لما خلتنا كلنا ورحنا زورنا المصابين ووقفنا واخدونا كاعلاميين وكمذيعين. خد بالك من حاجه مهمه، احنا وصلنا لغايه المعبر ووقفنا قدامه، وسياسيين كانوا معانا ورؤساء احزاب كانوا معانا، عشان لما بتلمس الشيء اللي انت بتتكلم عنه تقدر تتكلم عنه وتعبر عنه بشكل افضل واحسن. واهم حاجه تانية ان كانت تتصدى دائما لتفنيد الاكاذيب، لان الاكاذيب دي كانت يوميه يا استاذ شردي، بل كل ساعتين ثلاثه كل يوم في اكاذيب اكاذيب اكاذيب، فكان لازم يكون في صوت مسخر للرد على هذه الاكاذيب، سواء تتعلق بالاخوه الفلسطينيين او حتى تتعلق بالموقف المصري
او حتى بالموقف الاردني حتى تبقي على اللحمه او على الاصطفاف الكامل ما بين الموقف المصري الفلسطيني الاردني كان لابد ان يكون موجود. الحصريات حتى النقل اللي اتنقل عن القاهره الاخباريه ان انت طول الوقت كنت موجود. وهنا تاني لازم نحيي القاهره الاخباريه ونقول الدور اللي هي عملته هي وكل قنوات الاعلام المصريه، لانه التواجد ده زي ما حضرتك قلت كده لما رحت عند معبر رفح لما تبقى موجود على الارض ايضا انت بتقدر ترصد وتوثق، وهو ده خلينا اقول العقاب الوحيد لاسرائيل. بل انه على فكره في القضيه اللي مرفوعه دلوقتي من جنوب افريقيا ده جزء كبير جدا من اللي رصده الاعلام المصري واللي رصدته مصر ووثقته متقدم في هذا الملف، وتم فيه تعاون كبير جدا، لان بدون ما تبقى عندك الوثائق محكمه العدل الدوليه مش بتاخد بكلام. محكمه العدل الدوليه طول الوقت محتاجه لادله، مصر تملك الكثير من هذه الادله عبر كل وسائل اعلامها وفي مقدمتهم القرار الاخباري. طبعا عايز اقول لكم حاجه، ان احنا يعني مش مفيش داعي ان انا اقعد اذكر لكم دائما المساعدات اللي دخلت قد ايه وعددها ايه والاف الاطنان اللي دخلت قد ايه، وان مصر 70% من هذه المساعدات التي وصلت الى الجانب الاخر. ومفيش يعني انا عندي ورق كتير جدا وارقام كتيره جدا، لو انا كلمتكم عن عدد الضحايا او كلمتكم عن المباني او الانهيارات او غيرها او غيرها، انتم تتحدثون عن تقريبا دوله صغيره لم تعد لها وجود ولا اساس على الاطلاق. ولكن ممكن اقول لحضرتك نسبه واحده في الحته دي الخسائر، عشان نخلص موضوع الخسائر اللي هم حوالي 90,000 دلوقتي، انت بتتكلم على ان كل 15 دقيقه في شخص فلسطيني بيموت او بيجرح او بيفقد، كل 15 دقيقه، والمعدل بيتزايد كمان. تقدر تعرف قد ايه مستوى الكارثه، انه شمال غزه يباد تقريبا وبيد قطاع غزه، البنيه التحتيه استاذ شردي في 2014 قدرت التكلفه لاعاده الاعمار ساعتها كنا بنتكلم في حوالي 9 مليار دولار. ده في منطقه معينه. ده في 2014. ده في حته بصورها بكل اللي حصل فيها. تخيل حضرتك اضرب ده في كام؟ انت محتاج تضربه في 10 بقى في 20. انت بتتكلم النهارده في اكثر من 400 مليار دولار. صحيح. تكلفة مبدئية ممكن تتصور ده، ممكن تتصور ده في ضوء مقارنة 2023 ب 2014 على الأقل. طب خليني أنتقل بيك إلى طبعا الجرائم المختلفة اللي ما يقدرش حد إن هو ينكرها والتي حدثت خلال ال 100 يوم. في عندي 117 صحفي، دي جرائم، دي ناس بتمارس عملها. ده لو واحد فيهم في دولة تانية كان المجتمع الدولي وحضرتك أدرى مني كان يعمل إيه المجتمع الدولي؟ مش عايز أقول لك ومنظمات عارف طبعًا وحرية الرأي والتعبير، وساعتها كانت بقت يا أبو سوسو على طول. لم يمت في حرب سابقة هذا العدد من الإخوة الصحفيين والإعلاميين، ولا في الحرب العالمية الثانية، ولا في الحرب العالمية الأولى. لم يحدث، ومع ذلك هناك سكوت تام. حتى المنظمة الأممية للأمم المتحدة من قتلوا من العاملين بها أو التابعين لها لم يحدث أيضا في أي حرب، ومع ذلك لم اتقتل من الأونروا لوحدها 148 لم يحدث 148 شخص، من الدفاع المدني الفلسطيني 50، من الكوادر الطبية 337، من الكوادر التعليمية 210. فأنت تتحدث على كوارث واضحة المعالم والأبعاد. صحيح. والمجتمع الدولي تاني منتظر المحامي الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية علشان يقول ان هما ما قتلوش دول ولا هما قتلوا الأطفال. بمناسبة الأكاذيب، فاكر حضرتك في أول المواجهة لما كانوا بيشككوا حتى في عدد الضحايا ويقولك لا دول ما ماتوش، ده الفلسطينيين ما عندهمش إحصاء ثابت، لدرجة انه الفلسطينيين راحوا عاملين لهم مطلعين لهم الناس بأرقام البطايق، يعني ارقام البطائق بصورهم، دول ماتوا، لان الاسرائيليين ايضا كانوا يكذبون ايضا في ان دول ما لم يقع حتفهم في قطاع غزه. طب خليني انتقل بك ايضا الى مجموعه اخرى من الاكاذيب، لان انا متوقع على فكره اسرائيل هتفضل تطلع اكاذيب عمال على بعض. الفتره اللي جايه دي كلها هتبقى اكاذيب. كويس. لان تاني هنتعرض، احنا داخلين الساحه الاساسيه اللي اسرائيل فاشله تماما فيها، هي ساحه القانون والسياسه، مش ساحه العمل العسكري ولا القصف الجوي. فهتلاقي الاكاذيب كتير جدا. وعلى فكره داخل اسرائيل نفسهم حذروا من هذا الموضوع ومن الهجمه اللي هتقود اسرائيل الى تداعيات اخرى. الموضوع مش هيقف عند المحكمه او عند القضيه اللي مرفوعه من جنوب افريقيا، هذا الموضوع لانه سابقا اسرائيل لم تتعرض لمثل هكذا محاكمه في تاريخها في محكمه العدل الدوليه، وهي اضطرت انها تروح محكمه العدل الدوليه عسى انها تقدر تدافع عن نفسها. هذا الموضوع سيكون له تبعات، نعم سيكون له تبعات، وانه في كتير هيتقدموا للمحاكمه بشكل فردي باعتبارهم مجرمي حرب، من اول بنيامين نتنياهو وجالنت وغيره وغيره وغيره، وهؤلاء جميعا لانه حتى تصريحاتهم وحتى اللي عملوه موثق بالصوت والصوره، هيتقدموا على انهم مجرمي حرب.
بس انا عايز اقول لك حاجه، ان من ضمن المزاعم اللي هم قاعدين يقولوها كل شويه حته عرقله دخول المساعدات وغيره، النهارده هيبدا العالم، احنا مش طلبنا، احنا بنسلم الامم المتحده عندهم. هو مصر لما طلبت ان احنا ندخل عن طريق معبر كرم ابو سالم كان ليه؟ علشان هم مصرين على تفتيش كل الشحنات. ده كان من ضمن العرقله. أيوة. انه ياخد الشحنات ما تخشش من معبر رفح، يوديها كرم ابو سالم يفتشها وبعدين ترجع تاني تخش من معبر رفح. طول الوقت كان في مشكله، اسرائيل لم تترك ذريعه يمكن بها انها تعرقل جهود ادخال المساعدات الانسانيه الا وفعلتها. ولو كانت مصر بتعرقل بعد اذنك يعني، هو مجلس الامن لما تنطط اخيرا وطلع قرار قال ايه؟ طالب مين؟ طالب مصر ولا طالب اسرائيل ان هي تفتح للمعونات؟ طالب اسرائيل طبعا، طالب اسرائيل. طب ومع ذلك لم تفعل ومع ذلك لم تفعل لا هي ولا المجتمع الدولي، بل انه في كتير من في المجتمع الدولي بيتكلموا على المساعدات الانسانيه، بما فيها الولايات المتحده الامريكيه، وبلينكن في زيارته الاخيره كان بيتكلم على المساعدات الانسانيه دون ان يحرك ساكنا. حتى هذه اللحظه استاذ شيردي، احنا اكبر مره او اكبر وقت دخلنا فيه مساعدات لما كان في الهدنه، لما تم الافراج عن اسرى مقابل اسرى، اشترطت مصر ساعتها انه ده يتم بزياده حجم المساعدات اللي بتدخل، ثم رجعنا تاني في هذه اللحظه، لو اسرائيل صادقه نزود المساعدات مثلا. بس يعني يا بيه بعد اذنك عندهم 6 معابر، طب لو هو شايف ان احنا اللي بنمنع ما تدخل من عندك، لا هو قافلهم كلهم، واخد بالك؟ ده واحد. اتنين، اسرائيل خرجت تقول وطلعت، انت عارف الشائعه اللي ضربوها الاخوان وعن الاسرائيليين والكلام ده كله، قال لك ايه ده؟ مصر قالت لاسرائيل ان في هجوم يوم 7 اكتوبر. لسه نفسهم نفوها. ما هو طبعا لازم ينفيها. الله يبارك. ما هو انت هيهبل منك له لو مصر كانت قالت لهم، مش كانوا افشلوا المخطط؟ يعني هي هي مساله، هو المستمع بس عاملين صحيح ازاي ولا تشويه؟ يعني تشويه للتشويه، يعني تشويه للتشويه واغراق القضيه بالتفاصيل يا استاذ شيردي، وجرك لتفاصيل كثيره، وانك تقعد ترد على مثل هذه الاكاذيب طول الوقت رغم ان الحقائق يعني دامغه. بس طبعا زي ما حضرتك عارف ان الكذبه يمكنها ان تلف العالم، بينما الحقيقه لما زالت ترتدي ملابسها. يعني دايما الكذبه بالذات في وسط الاله الاعلاميه تقدر تعمل حاجات كتير. بس ما تنساش ان احنا الان اصبح عندنا اله اعلاميه. قال الكلام ده على فكره، انا عارف احنا عندنا اله اعلاميه قويه للغايه. الان مصر صوتها مسموع، الان عندنا قناه اخباريه، الان عندنا الراي، الان عندنا رئيس منتخب وبقوه ومن كل شعبه، بسبب ايضا الاحداث التي حدثت. انتم تواجهون مصر بوجه مختلف تماما في هذه القضيه. صح. دكتور صبحي يا سيدي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في هذه معك. شكرا، ربنا يخليك، وسعيد ان انت من اوائل اول ضيف معايا ده في شرف كبير، ومبروك مره ثانيه في الاستوديو الجديد. بشكر حضراتكم على المتابعه، نشوفكم بكره على خير باذن الله. ومره ثانيه الاستوديو الجديد ده احنا عاملينه علشان نقدم لكم كل حاجه حضراتكم متابعينها معانا في الحياه اليوم وبشكل مختلف. بشكركم على الدعم، بشكركم على زياده المشاهده، بشكر كل زملائي في قناه الحياه على هذا المجهود الرائع في الاستوديو الجديد، ونشوفكم على خير الحياه اليوم.